دي لا دي مش جبل دي كده يا لوك. لا ما انا ينفع انت عايزها بشوف وهيجيبها نص لوت اللي هم قصرين طلعها في ماشي يبقى تقفل ده بدل انا خليتها اعتبار انه ايه بقى انا مش عارف اقول لك اسحب الاخيره مسحوق اللي تحت اللي تحت اللي تحت على الاخر اسحب انتوا عايزين ايه؟ انا عايز احط بعض الاسئله قبل ما انتوا تحطوا لان انا النهارده مفرغ نفسي زي ما انتوا عايزين. ده عايزين نعمل خلاص دي. اولا احنا لابد نحدد احنا مين. ها؟ وبعد كده هو المكان الجغرافي اللي احنا بنعمل فيه. ها؟ وبعدين قدرتنا كمؤسسه على العمل. بعدين رؤيتنا احنا عايزين نعمل ايه في الاخر. كل الحاجات دي احنا عايزين نعملها قبل ما نخش في الحملات وقبل ما نخش في كذا وكذا 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 وكذا. كان نبدا فيه ولا عايزين تبداوا مباشره مع الحملات؟ لا 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 بدي مادي. اول حاجه اكتب من نحن. من نحن. من نحن. انتم مين؟ من انتم؟ بمعنى ايه احنا عمال اجتماعيين ولا عمال سياسيين؟ ولا عمال انسانيين ولا عمال اقتصاديين ولا عمال ثقافيين ولا عمال دعويين ولا عمال دينيين ولا 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 الى اخره. فلا بد نحدد احنا مين علشان كل عمل من الاعمال دي ليه معايير مخصصه. معايير انسانيه، معايير اقتصاديه، معايير سياسيه، معايير دينيه، معايير دعويه، معايير تاريخيه، معايير ثقافيه الى اخره. فما ينفعش انا اخش في اي عمل ها ومش عارف معاييره او الخبطه احط ده على ده على ده على ده في الاخر ايه واحد يجي يصنف لي يقول ده ارهابي ولا ده متطرف ولا ده كذا ولا ده عنصري ولا 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 الى اخره. لان العالم دلوقتي بيحكمه التواصل الاجتماعي. لذلك في عملنا في التواصل الاجتماعي بنقول نحذر كل جمعيه وكل مسؤول جمعيه ان يرى الرساله التي يضعها على صفحته الخاصه. تقولش لا ده رأيي الخاص. طالما انت في جمعية انسانية تعرف معايير العمل الانساني وتلتزم بهذه المعايير حينما تتحدث داخل الصفحة بتاعتك. كان تويتر، كان انستجرام، كان فيسبوك، كل لان في الاخر انا احاسب من الناس بيصنفوني ويصنفوا جمعيتي. فاحنا مين دي مهمة جدا. انت عايز تنزل السوق هتخش السوق كده من غير ما تفهم مين 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 الكبار اللي في السوق مين الصغيرين بيبيعوا ايه ينفع؟ ينفع؟ وده سوق ممكن تقول انت بتبيع
مش البسطه العراقيه، البسطه السوريه. طب بالك البسطه العراقيه بتباع في حته ثانيه مش عندنا احنا. تحب انت البسطه العراقيه وضحك. اوعى حد فيكم، انا بكلم اللي بيتفرجوا، اوعى حد فيكم يقول لكم بسطه عراقيه وتصدقوه، هتضرب على الارض. خلاص؟ احنا مين دي مهمه جدا. لان احنا مين دي بتنطبق على ايه؟ رئيس المؤسسه. اللي بينزلها مع مجلس الاداره بينزلها للموظفين والمتطوعين والمتبرعين عشان يعرفوا ان انت ماشي في خط معين. زمان قبل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ده كان الناس بتعمل اي حاجه وتحطها في اي حته. دلوقتي اصبحنا احنا في عصر المحاسبات، في عصر الاسلاموفوبيا. عصر ايه؟ الاسلاموفوبيا. والاسلام متهم الى هناك مثل العكس. واي منطقه فيها صراعات وجماعات مسلحه من الخطوره ان نعمل فيها بدون معايير مطلقه على الاطلاق. لماذا؟ لان مثل هذه المهمات تراقب بمؤسسات امنيه واستخباراتيه من كل جهه في العالم. ليس فقط المؤسسات الوطنيه. في تعاون امني بين كل هذه المؤسسات في العالم عشان تشوف مين اللي دخل هنا ومين اللي خرج هنا، وده بيقول ايه وده ما بيقولش ايه. حتى لو كنت انت بتوزع الشوال الرز او الشوال اللي هو الطحين الى اخره الى اخره. طالما انت عديت الخط الاحمر من المواجهات اللي هي فيها صراعات عسكريه دي او جماعات مسلحه، بيبص انت بتخش هناك بتعمل ايه. فلذلك العمل الانساني بعدين اصبح مضيق عليه مهمات الصراع اللي بيعمل فيه. واضحه كده احنا مين دي؟ حد عايز الاخ يسال؟ واضحه؟ هو انا بعمل تحذير. اللي انا بعمله دلوقتي يا شباب تحذير. تحذير لنا ليه؟ لان احنا عايزين نبني بلدنا. عايزين نبني مجتمعاتنا. عايزين نبني مين اللي هيبني مصر؟ انا اللي هبني مصر. انا ابن مصر حابينها. انا ابن العراق حابينها. مين اللي هيبني صلاح الدين؟ مين اللي هيبني الهدم اللي حصل في الانبار؟ او الهدم اللي حصل في اي مكان ثاني؟ انا اللي هبنيه. مش هنتظر اي مؤسسه دوليه او اي حكومه من خارج تغدق عليها بالاموال. انا ممكن ابنيه لان انا عندي امكانيات، انا غني. انا كعراقي غني لان العراق مش فقير. حذاري ان يقنعك احد ان العراق فقير والا اصبعي فرحان ده. ها؟ حذاري. حذاري يقنعك انسان ان انت ضعيف. ابدا. حذاري. حذاري ان احد يقنعك ان انت ما عندكش قدره. حذاري. حذاري ان يحبطك احد. حذاري وانت عندك اقوى قوة استثمارية في وطنك هو القوة البشرية والإمكانيات البشرية والشباب اللي عندك اللي هم يعتبروا أكثر قيمة من البترول ومن الغاز ومن الذهب إلى آخره، لكن من غيرهم البترول هيضيع والذهب هيضيع والغاز هيضيع وكل حاجة هتضيع. واضح بالنسبة لي؟ يبقى إحنا مين دي مهمة جدا. نقعد كده مع بعض ونقول هل إحنا عملنا ده على منطقة معينة فقط؟ أو على فصيل معين فقط؟ أو على دين معين فقط؟ أو على ثقافة معينة فقط؟ أو على حزب معين فقط؟ أو على مذهب معين فقط؟ ولا إحنا بنشتغل لوطننا ككل؟ أنا اللي بحدد. أنا اللي بحدد. واخد بالك؟ فحينما أحدد معالم رسالتي وهوية شخصيتي أستطيع أن أقف في العالم له هذه ما هذا ما أريد أن أحققه. في حياتي. واضح؟ وحاجة من الحاجات المهمة جدا هي الشفافية. لماذا يا شباب؟ لأن العمل الإنساني تحكمه الدوائر الأمنية والاستخباراتية. شئت في الداخل أو من الخارج. أبعد أو لا لا. أنا بس موضح الأمور دي ليه؟ عشان نشوف إن في شركاء موجودين على الأرض أنت مش شايفهم. ولا تعلمهم. فحينما تتحدث تتحدث باللغة التي يفهمها الآخرين مش باللغة التي تفهمها أنت شخصيا أو قبيلتك شخصيا أو عشيرتك شخصيا أو حزبك شخصيا أو جماعتك شخصيا أو مذهبك. لا، اللي بيشوفك دلوقتي بيشوفك على العالم كله. وخلي خطابك في إحنا مين دي يفهم من الجميع وتفهم رسالته من الجميع حتى ولو تأخر العمل، لكن بيمشي على خطى ثابتة وراسخة. دي أول نقطة، اتفقنا؟ أي استفسار، أي سؤال، أي كلام؟
أنا كل الكلام أقول أي كلام ممكن تغيره. دي نمرة واحدة إحنا. شو تاك إذا كنت أربع خمس مرات أنا بنسى. إحنا بنشتغل فين؟ خلاص أين أنا؟ أين أنا؟ أنا قلت أربع مرات أسأل أول كده حد فيهم كتب؟ حد في كتبهم؟ من نحن نقول مكان جغرافي. خلاص ما تذكرني بعد الأربعة. أين نعمل؟ هل إحنا نعمل في منطقة ليها ثقافة معينة محددة؟ لابد أن ندرس الثقافة. لابد أن ندرس الثقافة. لابد قبل ما أحط رجلي فيها أدرس الدين، أدرس العقيدة، أدرس التاريخ، أدرس تركيبة المجتمع اللي أنا بشتغل فيه. أنا ما نزلتش كده ها وأقوم نازل أنا هشتغل هناك وخلاص، لا ما ينفعش. وده اللي إحنا بنسميها دراسة حالة المجتمع اللي أنا بشتغل فيه. أنا بدرس حالة المجتمع، هل المجتمع ده من الفلاحين الزراعيين؟ هل المجتمع ده من زي عندكم انتوا مثلا في محافظه الانبار مجتمع لتربيه الاغنام والمواشي الى اخره الى اخره الى اخره، ولا مجتمع مختلف؟ هل المجتمع ده مجتمع للتسويق ها ولا التجاره؟ هل المجتمع ده مجتمع ساحلي مع بتوع السمك الى اخره؟ هل المجتمع ده مجتمع جبلي؟ هل المجتمع ده مجتمع مدن او مجتمع قرى؟ او فلابد اعرف انا هشتغل فين؟ في حافي مصيبه حصلت في مكان ما، او انا واخد عربيه كده ونازل وهو نازل بقى انا هروح اقابل مين؟ هل المجتمع ده عنده عشائر وقبائل ورموز استطيع ان ادخل من خلالها ولا لا؟ انا بضرب المثل ده كتير جدا جدا في اغلب المحاضرات اللي قلتها، ان احنا موضوع دارفور بعض المؤسسات الدوليه استثنت السلاطين واستثنت المشايخ بتوع القبائل. ليه؟ لان مصر الواحد كده شكله مش عاجبهم، لابس جلابيه وحاطط طاقيه ولابس شبشب بصباع او لابس جزمه مقطعه، ولا مين ده اللي انا اقعد معاه؟ رايح ما عرفوش يشتغل. كلهم ايه؟ ارجعوا لفلان، ارجعوا لفلان، ارجعوا. يبقى مسؤول العشيره او القبيله هو ايه؟ نفس الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من دخل بيت سفيان فهو ايه؟ صح؟ لكن من دخل بيت سفيان فهو امن، هيخش البيت بقى خلاص مش عايز يعمل حاجه، قاعد خلاص. ومن دخل الكعبه فهو امن، فهو خلاص ده بيت ايه؟ ده بيت الله. لكن عادي انت ما تخش عند الوجاهه، لازم انت في كل منطقه فيها مفتاح. دي اللي احنا بنسميها بالانجليزي الجيت كيبرز، اللي هم اللي ماسكين مفاتيح البوابات. تقدر في الصومال مثلا، لما رحنا الصومال كتير يعني، واحنا بنتكلم كده في احد الورش العمل، فالاخت قالت لي قال احنا عندنا في كل حاره جيت كيبر مسؤول عن المفتاح، ماسك مفتاح الحاره. وانا في ليبيا من سنتين في ديسمبر 2017، فالشباب قال لك انا على علم كل شارع موجود فيه مجموعه. فبالتالي لابد نعرف تركيبه المجتمع. ومين هم وجهاء المجتمع اللي بشتغل معاهم دول؟ واضح يا شباب؟ واخد بالك؟ فلذلك اما ننزل على المجتمع الموقع القرار بتاعنا، هل موقع القرار بتاعنا ده منطقه فيضانات كوارث طبيعيه؟ او منطقه زلازل كوارث طبيعيه؟ او منطقه حروب؟ او مواجهات؟ والدخلة دي المنطقة الحربية اللي فيها صراعات مسلحة، في جماعات إرهابية ولا لا؟ مصنفة عالمية. وكيف أتخطى مثل هذه الجماعات اللي ممكن بعضهم يكون ماسك مفتاح إيه؟ البوابة، صح ولا لا؟ فما ينفعش أبداً أنزل بالحماسة وحب العمل الخير وأنسى اللي على خاطرهم مين؟ ما ينفعش. واضحين يا شباب؟ المكان الجغرافي بالنسبة لنا مهم جدا ندرسه وندرس ثقافته وتاريخه. واضح؟ في اي سؤال؟ النقطة الثالثة انا كتبت قدراتنا على العمل. قدراتنا هنيجي بقى هنا حبيبي توجع البطل بقى. فين ال شوف هنا عايزين فين السحابية بتاعت ايه دي؟ هاي ممكن نسمعها على ده ما ينزل؟ بيرمننت لا الازرق ولسه لا 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 الكتاب الله لابد ان ادرس قدرتي انا قبل ان اعي الناس بماذا ساقوم به. والصراحه كويس لا يا اخوانا، انا استطيع ان اصل الى هذه المنطقه فقط. ناخذ مثلا نقول اي حي من احياء الموصل، حد يديني كده حي من احياء الموصل قديمه رحتها اللي هي فيها مسجد النبي يونس عليه السلام، مش كده؟ كنت فيها من سنتين. لا يونس مو بالقديم. بلا اسم. نوري 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 يونس. نوري. يونس.
يونس بلا عيسى وعشر التوقيت قديمة دي قديمة قديمة جزئين موصل أكو الجانب الأيمن والجانب الأيسر يقسم نهر نهر دجلة بيناتهم الجانب الأيمن هسه مدمر بالكامل اللي هو هسه صارت فيه معارك أكثر مدمر بالكامل اللي فيه أرض الخلافة كان خليفة طعم الجسم مسجد النوري هو بالقديم مسجد نبي يونس بالأيسر بالأدخال الحي ذا هخش فيه محتاج ايه؟ محتاج ميه محتاج صحه محتاج غذاء محتاج تعليم محتاج بناء محتاج خيام محتاج 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 إيه؟ فانا قدرتي هعمل ايه؟ انا مش عيب ان انا اقول ان انا قدرتي فقط ها ان انا اشتغل في الميه مش عيب ان انا اقول قدرتي فقط ان انا اشتغل في التعليم مش عيب ان انا اقول قدرتي فقط ان انا اشتغل مثلا في الصحه أو في توزيع الغذاء خلاص دي قدرة لكن أنا قاعد متبرع إن أنا هعمل كل حاجة ما ينفعش هي يعني قدرة قدرة أنت بتطلع مثلا أستاذ متخصص في الجغرافيا هتروح تعلمهم حساب هتروح تعلمهم لغة عربية ممكن تعلمهم الأساسيات لكن عم نتكلم عن بناء مجتمعات فذلك أنا في الجمعية بتاعتي ميزانيتي إكس قدرتي مش بس الاكس بتاع الميزانيه لا الاكس شيء اللي بتاع الميزانيه القدرات البشريه اللي عندي شيء ثاني الخبره اللي عندي شيء ثالث الشركاء بتوعي اللي في المناطق دي شيء رابع اذا كنت انا هخش في الحي القديم او مسلم القديمه او الحي الايسر او الايمن لابد ان انا اعمل شركاء عندي وانا لازم اعمل كل حاجه بنفسي قول مثلا مؤسستي في بغداد او مؤسستي في اربيل هشوف لي شركاء محليين في المنطقه دي من الجمعيات الصغيره ينفذوا اللي انا عايز اعمله مش مهم ان انا اقوم بكل حاجه فقدرتي بتكبر بالشراكات ممكن بالشراكات دي قدرتي تكون اكبر واقدر على ان انا اوصل الاشياء دي اللي هو المستفيدين فلذلك لابد ان احدد قدرتي القدره فقط اول ما تفتكروا ان القدره فقط هي قدره ماديه هي قدرة فكرية، خبرات، رؤى، قدرة بشرية، الشركات بتاعتنا، كل حاجة، والعلاقات، والعلاقات نعم، كل الحاجات دي كلها تحطها على طاولة كده وتحطها تحت القدرة، علاقتي مع مين؟ علاقتي مع المحافظ، علاقتي مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا، علاقتي مع رؤساء العشائر أو بيسموها رؤساء عشائر ولا نعم، علاقتي مع اللي هم رؤساء القبائل إلى آخره، دي قدرة. كيف ان انا بوصل رسالتي واحشد الناس دول معايا علشان يكون امكانيتي في ايصال المعونه للناس ليها تاثير جيد. معايا؟ فالقدره اوعى حذاري ان نحصل القدره في القدره الماديه فقط. ياما مؤسسات عندها ملايين ومليارات ولا تستطيع ان تعمل لان ما عندهاش ده. دي كمان مش سهله. الفكر اللي في مخك ده مش سهل. انا كنت عامل حاجه اسمها ايه يا شباب؟ الانجليزي كده. العلاقه كلمه فاتن تعرفينها اللي هو الدهن بس دي معناها ايه؟ دي معناها فن يعني تمويل ومعناها ادفوكاسي يعني مناصرة ومعناها تريننج تدريب دي وظيفة مين بقى؟ المؤسسات الدولية انا بقول شراكة يعني في القدرة خلاص؟ هنا بقى الكسر اللي هي القبلة انجليزي شفت المدرسة من أربعين؟ لا شفت المدرسة شفت عدل ما؟ إنجليزي يا مرسي؟ مرسي أستاذ خليفة؟ لا صعيدي ها؟ صعيدي يا مرسي صعيدي؟ الكاف اللي هي كيميا كيس سوري اللي هي نولج
الجهل
أو التعليم في المناطق اللي هي الغنية، سواء كان في قطر أو الإمارات أو إلى آخره. إن عندهم ده، ده فقط مش كفاية، واضح؟ ده بالنسبة للقدرة. في أي سؤال في القدرة؟ معلم اللي هو الدكتور بقى كده. رؤيتنا. شفت بقى كلام بقى التخين ده إنه عاد شرح لغاية دلوقتي. حد يقدر يعرف لي معنى ايه الرؤية؟ الرؤية معنى ايه؟ الرؤية هي المستقبل. ايوه ايه؟ كيف ننظر الى اهداف العمل الذي نقوم به وماذا نريد ان نحقق من هذا العمل؟ جزاك الله خير. اي تعريف ثاني؟ كل واحد فيكم عنده تعريف كلكم صح، تفضل. انا بخلي اي حد يقول اي حاجة كله صح. رؤيتنا الشيء اللي بنسويه. كويس، تفضل. منظورنا للامر، الامر الذي مستقبلا، تفضل. منهجيه، رؤيه منهجيه صح، عشان تحقق رؤيه لازم تعملها منهج. تفضل. رؤيتنا للعمل اللي احنا قدمناه. كويس. مشاكل الواقع وايجاد الحلول. طيب انت بتعمل درس الحاله في الاول وبعدين بقيت حلول الى اخر الاخير. ها؟ رؤيتنا للمستقبل يعني. بناء المستقبل. امالنا المستقبل. امالنا المستقبل. الرؤية هي حل. 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 تخطيط. تخطيط، تفضل. لا أنت بقول لك إيه؟ هتقعد هنا تقول لي أعمل، لا ما تعملش، ما تعملش حسن إمام هنا ولا الرؤية هي تطبيق الخطة اللي أنا عملتها. تطبيق الخطة. يبقى أنتوا كلكم اتفقتوا على أن الرؤية أساسها شوف هنعمل هنقول إيه في المستقبل. مستقبل إيه؟ واخد بالك؟ ده الرؤية. تمن حاجة الرؤية حلول. شوف إحنا أنتوا من كلامكم محورت الرؤية في ثلاث حاجات: مستقبل، حلول، ايه تاني؟ تخطيط. منهجي، ايه تاني؟ تغيير واقع. اتفضل. اهداف، اللي هي اهداف تغيير. الرؤية دي تطرح على واقع معين، صح؟ المنطقة دي ما فيهاش مية، نعمل لها مية، يبقى في خلال 10 سنين هنكفي المنطقة دي بعشرين 30% من سكانها توصل لهم المية للشرب أو الماء للزراعة. ودي احنا عملناها مرة في جنوب السودان في حتة اسمها ورقة. اشترينا حفارة مية، وحفارة المية دي في خلال 5-6 سنين اشتريناها، حفرت آبار في المنطقة دي كما قال الوالي اللي غير مسلم، اللي غير متأكد لا غير مسلمين، قال انتوا كفيتوا 30% من سكان المنطقه في 5 سنوات فقط. يبقى انت حليت مشكله ايه؟ 30%. يبقى الرؤيه هي تغيير واقع. المنهجيه مخططه زي الاخ ما قال، انا عايز اخش المنطقه دي بميه، لو مال الزراعه ولا مال الشرب ولا مال الحيوانات. ها؟ وهكذا. فشوف هي مستقبل وتخطيط منهجي وتغيير واقع المجتمع. انت بعد 10 سنين هتقول والله سبحان الله المنطقه دي كانت صفرة دلوقتي فيها، كنا احنا عملنا مشروع في المالي 2007 بزرع شجره، بس شجره، انا رحت من احد الناس زرعت الشجره دي. السنه اللي فاتت في 2018 مش كده، بقول لك السنه 2018 المسؤول اللي راح هناك المنطقه دي لقى في منطقه يمكن فيها مثلا 100 هكتار تقريبا خضرة، اللي هي المزارع المجتمعيه. اتكلم عنها بعد كده. لما بيمدوا لهم الميه ما بنشتريش الارض الزراعيه، اوعى تشتري وتاخد مش عارف ايه، لا اوعى تشتري، اوعى تشتري ارض انت ما عندكش امكانيات. انت بتاجر ارض من فلاح وصل لها الميه وتقول له ازرع. هو ياخد له نص دونم دونم اثنين دونم يزرع ويعيش وبعد ايه؟ يسدد لك ثمن ايجار الارض كل شويه. الرؤيه انك تحول البطاله لعماله. والله انا عندي شباب عم يعني ايه غير يعني ما عندهمش وظائف. هل انا لازم كل وظيفتي تكون في حكومه؟ افتح افاق الشاب والشاب انها تشتغل من البيت. اعمل الاسواق الشعبيه احنا نتكلم عنها. فاحول المليون اللي عندهم بطاله دول كل سنة مثلا اعمل لي 5000
او 10,000 شخص منهم، انا مش حقدر احول مليون كل مره كجمعيه، لكن انا الرؤيه بتاعتي ان انا اقضي على البطاله، انا اقضي على الجفاف بالتصحيح، انا اقضي على اللي هو زي ما بيل جيت كان عمل اللي هو التطعيم بتاع اللي هم شلل الاطفال دي رؤيه. فعشان اعمل رؤيه زي اللي هو ارجع للمنهج والتخطيط واللي هو قدره على التغيير، احدد انا عايز اعمل ايه. الرؤيه ان انا مثلا عايز اعمل المزارع المتبعيه دي في كل انحاء العراق، خد بالك، يبقى كل 5 أو 10 جمعيه كل سنه يعملهم 5 هكتارات أو 10 هكتارات، يخلوا الفلاحين يشتغلوا عليه. يعني بعد 10-15 سنه هلاقي ان عندنا مثلا 1000 هكتار مزروعين من كل الاسره الفقيره دي كلها، لكل اسره على الاقل تتعب نفسها، على الاقل تتعب نفسها. دي رؤيه كلمتني فيها في الزراعه، كلمتني فيها في التطعيم، كلمتني فيها في الصحه، كلمنا فيها في البطاله الى اخره. رؤيه انا عايز اعلم الناس احارب الاميه وبجهد، صح؟ مش هقدر احارب الاميه وبجهد مره واحده، لا انا عارف انا عندي 5 مليون متسرب من التعليم، وما انا جاي في مؤتمر كده بقول انا هعلمه ازاي؟ طيب 5 عندك كام؟ الطفل دخله التعليم بكام؟ عايزه مدرسه وعايزه مدرس وعايزه منهج وعايزه الى اخره. فالرؤية ان احنا نقعد كلنا مع بعض نقول والله كيف نحارب التسرب من التعليم؟ كيف نحارب الأمية بالتدرج؟ كيف نحارب الفكر المختلف؟ تعتقدوا ان الفكر المختلف الموجود ده او اللي بيغذى من جهات معينة هنحارب النهاردة ضربة حظ كده؟ حصل بيننا وبين الوزيرة بتاعت العمل الدولي في بريطانيا نقاش في 2002 داخل البرلمان وتحت قبة البرلمان، كنت انت موجود؟ طيب قلنا لها شيء واحد وهي كان بتحب، وهي احد الاشياء اللي هي استقال شغل من الوزاره هي العراق، اسمها كلير شو، طيب هتضحي بمستقبلها السياسي عشان قضيه العراق مرتين، واخد بالك؟ ففي 2002 كانت المره الايه النهائيه، لانها يعني استمعت وعود من رئيس الوزراء لم تنفذ، تعمل ايه مستقله وسائل الوزاره علشان قضيه العراق. وانا لن تستطيع انك تحارب طالبان او تغير طالبان كفكر بحبه حاجات كده وخلاص وتاخدي صوره وحبه كباري وحبه مدارس، طالبان ده فكر وثقافه مجتمعيه، ان اردت ان تحاربيها فانت تدينا 15 سنه على الاقل. جيل ما غير فكره. كيف تغير فكر الجيل ده؟ بتبعت لهم مدرسين، بتبعت لهم ائمه، بعد لهم مناهج جديده جدا، وتبتدي مع الاطفال اللي عندهم 10 سنين عشان يطلع فكر موازي، فتتدافع عن الافكار والثقافات مع بعضها، فيطلع جيل جديد بيحمل اسلوب اخر غير اسلوب اللي هو الايه العنف واسلوب التطرف الى اخره الى اخره. يعني لما تيجي في الفكر والقيم والثقافات عمرك ما هتغيرها في عشتنا، حتى الارض الصفراء، حتى الارض الصفراء اللي بنتكلم عنها دي عشان تغيرها وتبقى خضراء بتاخدها 5 سنين أو 10 سنين على الاقل. عايز تزرع في الارض الصفراء دي؟ اعداد. ها؟ اعداد. اعداد واستمرار. عايز تزرع فيها حشيش؟ يعني مش حشيش طريق يعني. مش حشيش اللي هو بتاع، لا حشيش ارانب. حشيش بتاكل الارانب والبقر. عشب ايوه كده. ادركنا من عندك من مش حشيش. تبسيم. البر والسيم ها؟ استاذي واحنا خاب نخشى انه نطلع من مشكلة صغيرة نقع بمشكلة بعد أكبر منها. تفضل. إنه نقضي على التطرف يجينا الانبطاح. لا 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 ما بقولش كده. أنا ما بقولش كده. وهذا يصير بالعالم. لا 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 أنا بتكلم عليه، إنه أولاً التعليم هو قاعدة كل شيء. والتعليم لا يولد أبداً الانبطاح. لو أنت علمت الشباب الدول العربية والإسلامية كلها صارت انبطاح. أنا بتكلم على ابني وابنك. واخد بالك؟ بتكلم على مثلاً احنا بنتكلم دلوقتي على ايه يا شباب؟ بنتكلم على مسيره 20 سنه جايه. خد بالك؟ لو التعليم مش هو المحور الاساسي فيها هيحصل بالظبط اللي انت قلت عليه، تجهيل وانقطاع. لابد انت تقاوم التجهيل بالتعليم. لذلك اول كلمه في القران انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ اقرا بس مش اقرا كده، لا اقرا دي معرفه.
معرفة ومنهجية ورؤية وزي ما في قول مأثور أو حديث اطلب العلم وراء في الصين واطلب العلم المهدي اللحن. فرصة أخرى حددها محورية الحياة في الدنيا قبل الآخرة والعلم صح؟ فلذلك المتاحة ستحارب ونحارب الشعوب جميعا بالتعليم، تعليم في البيوت، تعليم في المساجد، تعليم في الكنائس، تعليم في المدارس، تعليم عن كل الحاجات دي كلها بتمشي متوازن. فلما نرجع مرة أخرى للنقاش اللي كان حصل مع الوزيرة، قلنا لها لو أنت عايز تعمل حاجة زي كده هو لابد تعد الجيل لتؤهليه بثقافة مختلفة ومختلفة، إحنا اللي نعملها هي مش أنت هتعملها. كان الشرط إن إحنا نجيب لها الأئمة إلى آخره إلى آخره في هذه المناطق. كون بقى السياسيين في بعض الدول بتنبطح وما بتنبطحش دي إيه؟ واضحة مش مختلفين يعني، بس بتنبطح دي لأن كتير جدا مننا يعني أنا هسألك سؤال أو هقول لك حاجة. هل كل من حمل دكتوراه عنده معرفة مجتمعية؟ مش شرط بالعكس ولا حد عنده. أنا متخصص كان في فيلم مصري كده ما أعرفش شفته ولا لأ، أيام الأفلام المصرية من الأولى، كان اسمه الأيدي الناعمة، حد شافه؟ الأيدي الناعمة ده أحمد مظهر؟ أحمد مظهر، أنت من العراق أنت مش كده؟ أحمد مظهر ده كان عايش كبرنس من جيل قديم في مصر وعايش في قصر وما عندوش إمكانيات مادية، برغم إنه عارف يتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني إلى آخره، لكنه عايش في الباشا. وخرج مرة كده في الشارع وكان عايز ياكل، مش عنده فلوس في جيبه. فلقى واحد زي حالاته كده غلبان واخد دكتوراه وكل اللي في جيبه 10 قروش وقف بيشتري، عارفين الدور؟ نعم. الدور اللي بنشويه ده وناكله، واخد بالك؟ وقف بيشتري، هو كان جعان جدا. قال له يا ولد، يعني حتى هو فقير بيتكلم بالشخص اللي قال له يا ولد اشتري كمان كوز ذره معاك. طبعا هو بص له كده قال له حاضر، ما كان مؤدب يعني. هم اخذوا قعدوا عنده في القصر بتاعه. فالحديث معانا ايه؟ فكان الشاب الثاني اللي معاه ده كان معاه دكتوراه. الدكتوراه كانت في ايه؟ صلاح الدين في الخارج. ايوه كانت الدكتوراه بتاعته في ايه؟ طبيب هو. لا ما كانش طبيب، قال ايه؟ كمل. كان في دكتوراه في كلمه اسمها حتى في اللغه العربيه. قال له انت عندك دكتوراه في حتى؟ قال له انا متخصص في حتى. ها؟ لا يا ريت اللغه العربيه كلها، ده متخصص في حتى ده فقط. فتخيل بقى انت لما بتشوفني انا كدكتور واخد دكتوراه وكده بي اتش دي كده وبتاع، يا سلام هذا عالم، انا عالم بس في حتى. حتى في ليس في من فك ومن قرع ومش عارف ايه ده وكان واخواتك الى اخره، بس في حتى. فلا يغرنك اصحاب الدكتوراه انهم يعرفوا المجتمع، لكن احنا بنبرز لهم اللي هي المنصات في المجتمع انه عنده هذه ايه الرساله. قد يكون شخص فلاح او مزارع او عنده قدره معرفيه او مجتمعيه اكثر من صاحب الايه؟ الدكتوراه دي كلها. فلذلك نرجع مره اخرى، اللي هيحارب هذه النقطه هو التعليم. والتعليم بيربطه بحاجتين، التعليم التقليدي اللي احنا بنديه في المدارس، والتعليم المجتمعي اللي بتتخرج الشاب عشان يعمل تعليم تطبيقي، تربطه بالبيئه، تربطه بالتاريخ، تربطه بالثقافه، تربطه بالعقيده، تربطه في ايه؟ بالقيم والاخلاقيات بتاعت المجتمع عشان يوازن. تعليم الكتب ده جاي عشان ننجح في الاخر في اخر السنه وناخد درجات، لكن تعليم المجتمع خطير جدا. تعليم الكشف تخليه يشوف قيمه دجله وفرات. معقوله؟ ابقى انا عندي دجله وعندي فرات واروح اجيب اكل من بره؟ اي عندي النيل واروح اجيب قمح من بره؟ دي سبه. لان هذه الانهار اقامت حضارات على دفافها لالاف السنين من المزارعين اللي استقروا ومن الحرفيين اللي استقروا، فاصبح دجله والفرات والنيل هم عوامل الاستقرار في بناء الحضاره. فجزء من التعليم بتاعي ان انا اعلم ابني تاريخ مبني امته وثقافه امته وقيمها وعادتها بالتطبيق بالاضافه الى الناحيه النظريه في التعليم التقليدي. احنا كنا فين؟ يبقى احنا قلنا الرؤيه هي اساسها التغيير. واضحه؟ حتى عايز اي شيء؟ تمام يا شباب؟ لان ده كله مقدمه. عندك حاجه ثانيه؟ طب انت قول بقى حاجه ثانيه. انتوا انا قلت الاربع مقدمات دول اللي هم من نحن، اين نعمل، قدرتنا والرؤيه.
لماذا وكيف؟ أيوة لماذا وكيف؟ ودخلنا بقى في التفاصيل. لماذا؟ هل أنا وأنا عامل جمعية عاملها ليه؟ إيه أهداف الجمعية بتاعتي؟ ليه؟ عاملها عشان أقعد وأخد صورة وأبقى عندي وجهة في المجتمع؟ أنا عاملها يا شباب عشان أكون أنا خدام. حط دي في ودنك، هاتي ودنك. أنا خدام. رجعت العروسة بودينا. شوف استحضار الخدمة هو أصل وأساس تكوين الجمعية. استحضار مبدأ الخدمة ومبدأ إن أنا قادر على أن أخدم المجتمع ومبدأ إن أنا خادم المجتمع. ها؟ لماذا؟ إن أنا عايز أخدم. لماذا؟ أنا عايز أضحي بوقتي. لماذا؟ أنا أضحي بجهدي. لماذا؟ أنا أضحي براحتي. من أجل إيه؟ من أجل المجتمع. يبقى إذا كنت أنا غير قادر على هذا لا أتصدر لهذا العمل. لأن صاحب العمل الذي يملك العمل هو الأرملة واليتيم والمسكين والشرير واللاجئ والمريض إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هم دول اللي بيصرفوا علينا. لأن كل التبرعات بتيجي لمين؟ بتيجي ليا انا كهذه البشر عشان عينيا حلوه ولا عشان ممثل؟ لا، بتيجي لمن ادعي ان انا احمل رساله معاناتي. بتيجي للصور اللي انا بحطها على الصفحه بتاعتي. بتيجي للتقارير اللي برفعها. هو من بيديني اللي بيستأمنني وانا خادم امين على مقدرات هؤلاء المساكين. يبقى لماذا؟ اصل لماذا؟ اصل لماذا؟ ها؟ اصل لماذا؟ كلمه واحده، ان انا اريد ان اخدم وأرتقي بنفسي لأن أكون خادما للمجتمع. فيقبلني اليتيم والأرملة والمسكين والشرير واللاجئ إلى آخره، فيدعني في المقدمة ويدافع عني. من الذي يدافع عنك ويدفع عنك الأذى؟ هو الأرملة واليتيم والمسكين والشيخ. مش ده اللي قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو كان آخر أو أحد أو الخليفة الأموي؟ لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت. يقول مراته بقى فرحانة، جوزها خليفة وأبوها خليفة وأخوها خليفة وجدها خليفة وعمها خليفة، خلاص بقى وهي صغيرة وحلوة وزي القمر. فاعتزل المجتمع بعد خد بيعتين، صح؟ بيعة الأولى اللي هي بيعة العائلة، والبيعة الثانية اللي هي بيعة المسجد. واعتزل عشان حس بمسؤولية ان انا مسؤول. لماذا؟ لانني اريد ان اكون مسؤولا. فخرج يبكي بعد ثلاث ايام يقول ويحك يا حبيبي يا جوز انت بقيت كذا. لا ويحك يا امرأة، انت مين؟ مش عارف المصيبة اللي انا فيها؟ لقد وليت امر هذه الامة ما وليت. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والارملة الوحيدة واليتيم المقهور والشيخ الكبير العيال كثير والسجين والاسير وكذا وكذا وكذا، وعددناها كل الفئات المستضعفه في المجتمع الامه الاسلاميه، ليس بس المجتمع شرق الحته اليسرى الايسر في الموصل او الغربيه او القديمه او كده، بس الامه محمد كلها لانه اصبح مسؤول عنها. انت لماذا؟ لان انت عايز تكون مسؤول. لن تستطيع ان تكون مسؤول الا ان عرفت كيف تتحمل المسؤوليه. والمسؤولية ليست صورة وليست محاضرة وليست شعار، المسؤولية انك تحملها. ان عرضنا الامانة على الجبال على السماوات والجبال فابينا فاشفقنا منها حملنا الانسان انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. مين بقى اللي واقف قدامك ده؟ انا عايز ابقى رئيس. انت بتبقى رئيس مسؤول زي ما سيدنا عمر قال بالظبط. لو تعثرت بغلة فين؟ في الارض العراق. وهو كان فين؟ المدينة. لأهمية العراق يفكر. يا عم بقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ انظر كم تعمل الموضوع من زمان. ايوه انا حتى هو ده اللي خد كام صف. برضه ثانية وهنخليك تروح ايه؟ تمسح البلد بره. ها؟
وما بين ما كانش بغداد ساعتها موجود يعني كان العراق كلها ها؟ اي نعم ارض العراق ارض العراق كلها شوف كم 1000 كيلو محاسب عليها على بغداد على بغداد دي مسؤوليه تحمل مسؤولية ايوه تحمل أيوة. لماذا؟ لان انا حدود كيف اكون مسؤولا ان لما صنع اتحمل مسؤوليه حفيده لعمر الثاني عمر عبد العزيز لما ما عرفش يوزع مال الزكاه امر الجنوب وامر الناس ينثروا الحبوبه على قمم الجبال لكي لا تجوع الطير في عصر عمر بن عبد العزيز دي مسؤوليه يبقى لماذا؟ ها؟ زي ما حضرتك قلت لان انا قلت ان اكون مسؤول الذي سيسالني يا سمحه الله قبل ان اقبل الى الله سبحانه وتعالى سيسالني المريض والاسير والمظلوم والمقهور والارمله ها والشاهد الكبير وحيحاسبني ايضا المريض الى اخره الى اخره الى اخره شوف الحساب قد ايه فالجماعه اللي واخدين الاعداد ما بنشبهها كده والاخ اللي مستلز المسؤوليه هو قاعد على ايه كرسي لا يا ريت على الكرسي في ايه لا قول 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 اشوف ايوه وفرحان قوي انا اقول له يا بني ادم ده في شرشف بتاع اللي فيه هو مستلذ بالقلم بتاعه بيقول لك انا عاجبني بس انا اقعد هنا خليه يقعد خدت بالك انا بقول ايه بسمي الكلمه بتاعت الخازوق دي بسميها حلب اللي عملوه سيدنا سليمان حلب الشاب كان بيدافع عن امه في مصر ضد ايه الحمله الفرنسيه عادوا على ايه طلع خازوق من قفاه من نوع عشان ما يموتش قد ايه بعد ما حرقوه كل الشمال هو واقف قال لك ايه اللي بيحصل في مصر ده انا هنزل ادافع عن مصر هو ما كانش مصر كان سوري الوقت ده بس كانت هي كلها امه واحده وبالك فاخذ المسؤوليه وفضل خلاص خلص في التاريخ بالمسؤوليه دي مؤمن آل سورة ياسين مؤمن آل فرعون ومؤمن آل فرعون بس مؤمن سورة ياسين كان بيعمل ايه؟ كان في اخر جاء مدينة مدريد اه لا بيعمل اقصى مدريد رجل ياسر اقصى مدريد كان بره كان عنده جذام صح؟ كان عنده جذام كان عنده مرض كده وكان عارف في اقصى مدريد فبيدعي الالهه بتاعته كل شويه مفيش فايده فجي مش عارف سيدنا موسى اللي عدى عليه او حد فعلمه الدين وقال له خلي ادعي لي ربك انه يشفيني فشفاه فامن بيه فلما قوم المرسلين سوري المرسلين هم كانوا رايحين يعني هم اسمه ايه؟ وارسلنا اليها اثنين فهم ثلاثه اللي هم المرسلين دول اللي هم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فقالوا له هندعي لك ربنا انه يشفيك فشوف فلما حس ان المرسلين دول بيستهزأ بيهم وكذا 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 فجاء يسمع الراجل اللي هو كان في اخر المدينه ده عنده جذام الى اخره تعرف عملوه ازاي؟ فضلوا في مره من المرات اسمه ايه؟ اصحاب الرس مش كانوا مسمينه اصحاب الرس دي؟ اصحاب الرس ده في البير اسمه الرس في ناس يقولوا انهم حرقوه في ناس يقولوا انهم قعدوا يذبحوا فيه ويقطعوا جثث هكذا ليه؟ اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسالكم اشهر ها؟ الى فما ننظر لمثل هذا الامر دي مسؤوليه الشعور بالمسؤوليه ايوه تجاه المجتمع تجاه المجتمع فده نرجع كلمه لماذا؟ اوعى يا شباب ان احنا نتقلد جمعيه لان المسؤوليه هنسال عليها من غير ما نعرف لماذا تعرف ليه لان انت لما تخش اي مخيم من المخيمات بتشوف ايه في عيون الاطفال فرح كل طفل عنده حلم اللي عايز كوره يلعب بيها واللي عايز يروح مدرسه واللي عايز جزمه جديده انا شفت على الجروب بتاعتكم في المجتمع المدني بنت كانت فرحانه جدا بجزمه كانت لونها كده بامبي نص بود دي يعني شوف نظرتك للبنت في السعاده اللي خارجه من قلبها غير عاديه قد تكون الجزمه اللي لونها بامبي اللي هو نص بود ده قديمه لكن البنت ما شفتهاش في 5 سنين فشوف الطفل ده اللي انت بتخش عليه ده يبقى عنده كل حلم وبيشوف شفت حته دي خارجه من قلبي هيجيب لي كذا وكذا 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 فانت مسؤول عن حلم هذا الطفل وعن الامل اللي هو عايز يعيش فيه والحين يا شباب دي لماذا؟ بتاع لماذا؟ خلاص واضح يا لماذا؟ واضح عايز تحط عليها حاجه ثانيه؟ طيب كيف بقى انا عايز اقول لك كيف انتوا بقى تجاوبوا عن كيف كان في اغنيه اسمها كان وكنا كنا وكان اصبح كان في خبر كنا انت هتضحك
والله العظيم احنا كنا طب احنا اصبحنا انتوا امشينا صباحا يا ليت انت رنتنا احنا متنا بقى بعد كده انت معزنا يلا يا شباب كيف لابد كيف انا هديكم مثلا احنا في النبات الاسلاميه من 35 سنه لم يكن عندنا لا رؤيه ولا هدف واضح ولا ميزانيه ولا مكتب ولا مجلس اداره ولا شخصيه مرموقه ولا اي بطيخه. كل اللي عندنا كان شيء واحد، تعالوا نروح نشوف الناس اللي في افريقيا دول نجيب لهم قرشين ايه؟ ساعد فقط والله ما كان في اي شيء، والله الذي لا اله الا هو ما كانش في اي شيء. لكن كيف اساس كيف دي يا شباب تعرفوا ايه؟ هي قلبه المضغه الذي اذا صرحت صرح الايه؟ الدنيا كله، واذا فسدت فسد الجليس كله. هذه المضغه هي كيف. ولو ربنا اطلع على كيف عندك في قلبك سيفتح لك ابواب الدنيا والاخره، ابواب السماح في الرزق والاخره. بقول لك ما فيش ولا شيء. ده في 17 يناير عام 1984 يوم الثلاث. ايه رايك الساعه كام؟ الساعه 6 بالليل. وكان معايا الشاب اللي انا كنت بشتغل معاه، كان اصلا كان عراقي من اصل فلسطيني. اما كان في بعثات كثيره جدا، يعني اكثر دوله طلعت بعثات في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت العراق. يعني الاف يعني ايه. فكان معانا، بس هو كان يعني بسم الله ما شاء الله، هو كان روح وانا كنت عضلات. يعني لولا روحه هو، اللهم ارضى عنه في المكان اللي هو موجود فيه، وتبسمه ورضاه وسكنته وسريرته النظيفه ما نجحش في هذا الامر. وطبعا ما حدش يعرفه. انتوا للاسف بتعرفوا واحد زي حالاتي انا بيتكلم نص الكلام غلط والنص الثاني غلط والنص الثالث غلط، واخد بالك؟ لكن هو هذه الروح. فما نيجي ننظر كده كيف، دي اول شيء في كيف انت. كيف تنجح العمل بقلبك؟ بضميرك؟ ها؟ بإخلاصك؟ بتجردك؟ بالنية التي موضوعها ايه؟ القلب. مش الإيمان ما وقف القلب وصدقه العمل؟ صح ولا غلط؟ الإيمان بتاعك بيتحول لعمل دائم، عمل يستفيد منه المجتمع. فدي أول خطوة في خطوات كيف. تاني خطوة في العمل، مش عشان نغلط بس نعمل بنية حسنة، نغلط تحصل على المصادر. بين معرفة، يبقى كيف معناها نية، معناها عمل، معناها معرفة. لابد 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 نتعلم ممن سبقونا. مش مهم، مش ممكن كل شوية نبدأ من جديد، لابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين. إيه اللي حصل؟ في البلد الفلاني، في البلد الفلاني، في القضية الفلانية، في القضية. عندنا لقاء بكرة جاي في شاب اللي هو من عندكم من موصل، اسمه زنون. زنون ولا زنون؟ زنون عارفه؟ لا. تعرف؟ أنت أنت بتعرف حتى؟ أنت زنون. أنت زنون وأنا 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 زنون. ها؟ اللي هو إزالة الركام في الموصل. فاحنا جايبينه بكره علشان يقول للشباب ازاي ازال الركام اللي هو كرمته الجامعه العربيه من شهر او حاجه زي كده. شاب صغير، شيء بسيط ما بيتكلفش، ده مدير مؤسسه كبيره عملاقه تقول لك على كل تدي ركام مثلا 500 دولار ولا 1000 دولار الى اخره. هو خلى المجتمع يشيل الركام عشان تبتدي الشوارع تتفتح، المحل تتفتح، المباني تبنى مره اخرى الى اخره الى اخره. فدي كيف. يبقى كيف في المعرفه. طب انا زميلي في العراق ما اعرفش، شاب صغير، تعالى يا ابني ودانا نشيل الركام في الحياه بتاعنا ازاي؟ كذا كذا وهكذا. المعرفه هي اساس النجاح واساس الاستمرار اللي احنا قلنا عليها. ده كانت هنا دي شايفين دي؟ احنا قلنا الاصل في المعرفه انتم لان انتم اصحاب الارض. زي زنون هو عمل الموضوع ده الى اخره. وفي ابداعات جميله جدا داخل العراق لو احنا عرفنا نتواصل. طبعا يعني انا استغربت من اختيار هذا الشخص اللي هو يعني اجى فيما بعد اشهر وازال يعني جزء من الركام، جزء بسيط جدا طبعا. ما زالت المدينه كلها عباره عن ركام كويس يعني على الارض، محدوده على الارض.
يعني ما نعرف شو المعايير اللي اعتمدتها جامعة العربية حتى تختار هذا الشخص وتبرز مؤسساتها ومنافذها وادواتها، بينما يعني احنا جهدنا كمنظمة قسم الإغاثي كان جهدنا مع المعارك مع القصر، يعني كانت يعني المنطقة يعني بعد ما تخلص المعارك في يومين احنا في يوم الثالث احنا نكون مع الناس الجوع اللي طلعوا من تحت الأرض يعني. نعم. طيب كيف ما التفت لهذا الجهد والتفت الى هذا الجهد اللي جاء بعد اشهر وهو جهد رمزي؟ طيب. يعني مجرد هو تكلم بين الناس يعني في هذه السفوته مصر شو يسموها؟ توك توك صغير يحمل في انقاض يعني يوصلها الى منطقه معينه. صح. الغرابة يعني شو المعايير اللي اعتمدت؟ انت رجعت النقطه اللي هي شو المعايير؟ قد يكون في الوقت اللي انت قمت بالجهد العظيم ده لم تستطيع ان تعلن عن نفسك. بالك؟ الاعلام جزاكم الله خير. بالك هم اختاروا على اي معنى لابد ان اسال الجماعه. احنا عندنا اعلام واعلامنا وصل للجميع، لكن اكو يعني يوجد منظمات اللي هي ادوات الخارج اختارت هذا حتى تبرز الاعلام كله موجود. انا ما عندي مشكله ان انا يعني خلاص انا ليس عندي اي مشكله ان انا اقول او ابرزه هو ان انتوا الاثنين بيشتغلوا بالمجتمع. قد يكون المعايير اللي هو المنظمات الاخرى وضعتها راقت لها ان تختار هذا الشخص اختارش هذا الشخص. قد يكون هم راوا ان الشيء اللي احنا بنعمله تقليدي كل الناس بتعمله، لكن دي فكره جديده. قد يكون في اشياء كثيره جدا، لكن في النهايه احنا لابد طيب اذا كان هذا الامر ناجح بالطريقه دي وما كرهناش، تعالوا نتعامل مع بعض. تعالوا نتبنى شخص هو او غيره او الى اخره. ففي بعض التجارب البسيطه اللي بتمثل عند صناع القرار اللي هو الحيثيه اللي هم عايزينها. لان مش انا بصنع قرار. خد بالك؟ انا وانا لو كنت انا عامل في المجتمع هبص المجتمع ككل. في ناس تعمل الف وب وجيم ودد وتحت كل مجال او تحت كل مسار هيكون في مبدع. مبدع في الاكل، مبدع في ازالة الركام، مبدع في انه يعمل زي حل البطاله الى اخره الى اخره الى اخره. واخد بالك؟ فنرجع للنقطه دي كلها، شو المعايير؟ انا ما اعرفش. لابد ان تسال عنها الجامعه العربيه. لكن احنا نشجع هذا الامر ان هو اثار انتباه الناس ونشوف كيف ان الناس في حاجه مهمه يا اخي الفاضل، ان قد يكون ثقافه الناس حاليا غير الثقافه التقليديه بتاعتنا. وعايزين بس نشوف حاجه جديده. خد بالك منها؟ فده اللي هنرجع نقول هي النقطه دي اللي هي انوفيتيف. قد بيقولوا في توزيع عشرات الالاف من السلال، دي حاجة قديمة احنا عارفينها. وتضحية غير عادية، بس احنا عايزين حاجة جديدة اللي هي الإبداع. قد يكون رأوا في الفكرة بتاع التوك توك أو اللي هو الفكرة بتاع كده، ده شيء جديد. واخد بالك؟ فلذلك احنا برضك واحنا بنتكلم عشان ما نظلمش الناس، نرى كيف يفكر الآخرين. في حاجة مهمة جدا أنا قلتها في الأول، ليس معنى أن خطابي جيد أن الآخرين فهموني. يعني انا خطابي جيد بس مين اللي هيفهم؟ قد يكون عشيرتي، قد تكون قبيلتي، قد يكون مجموعتي، قد يكون اصحاب فكر، قد يكون اهل المسجد. فلذلك حتى في الخطاب والاعلام اللي احنا بنعمله ده مهم جدا. اصبح الاعلام دلوقتي جزء اساسي ومحوري في ايصال رسالتك للناس كلها في العالم. ويسمى في اللغه البلاغه. يعني ليس كل كلام فصيح هو بليغ. البليغ هو ما يصل يكون وفق مقتضى الخطاب المخاطبين. ما يراعي وما يحقق الغاية من الخطاب وأن تصل الرسالة إلى المستقبل بشكل صحيح. فقد تكون البلاغة هي في الإعلام. يعني في مثلا أنت عم تشتغل على الانستغرام، مش كل واحد يعمل مثلا على الانستغرام يقول رسالة 30 ثانية ولا 40 ثانية، راحت زيادة ربع نص ساعة وساعتين ونص ساعة إلى آخره. مش كل الناس على السوشيال ميديا وتقول لها خدمة دقيقة أو دقيقتين. فلذلك لما ننظر لمثل هذه الأشياء من المتغيرات العصر الثقافية والقيمية اللي موجودة، كيف أنا أضع رسالتي داخلها وأتصلهم بالبلاغة اللي أتكلم عنها فيها. وقد يكون الخطاب الإعلامي بتاعي جيد لكن هو لا يصل لكل فئات الشعب. وأغلب فئات الشعب دلوقتي سنها كام؟
الشباب قد يكون خوان تقليد بخاطب الشباب. فذلك لو هم لقوا ان الشباب دول عملوا مشاركة او حاجة كده بالملايين هيقول لك ده انا معيار، لان احنا عايشين في عصر مش العصر اللي ربنا فيه. انا وانت ربنا في عصر ثاني، في عصر احفظ وفهم يا بنت وفضي يا بنت وكذا وكذا وغيار انت فاهم الى اخره. دلوقتي احنا في عصر ده تك تك طلع لك حاجات دي وتلاقي مثلا مليون ولا الشوك مش الشوك التوكشو بتاع التلفزيونات دلوقتي. التلفزيونات التقليديه اصبحت خلي التاريخ صح؟ لما انت تشوف بعض الشباب اللي على هم عاملين لهم يوتيوب وعاملين لهم المحطات بتاعتهم دي بيجيبوا بالملايين المشاهدات بالرغم ان هم ما بيصرفوش ملايين من الدولارات على نفسهم، لكنهم بيخبوا الفئه الكبيره في المجتمع اللي هي فئه مين؟ فئه الشباب في الدرجه الاولى، ثم بعض الكبار في السن اللي بيفهموا ثقافه الشباب. واضح؟ اي حاجه ثانيه بالنسبه لكيف؟ اي سؤال ثاني بقى عشان نكمل المقدمه؟ ها؟ اي اضافه؟ بس اي حاجه؟ خلاص امسح دي؟ يعني مو بالضروره يكون العمل اللي قدمه يعني يستفادون به مجموعه من الناس المتسلطة. يعني الدكتور ذكر يعني هذا اللي قدموه للناس بسيط يعني القابها يعني يدخل على اللي قدمته مثل المنظمه العمل مالها اوسع واللي يشيل اكثر يعني صار ذا ظلم بالقضيه يعني. انا لا اسال نفسي، انا اسال من ايه؟ من لم ينظر للعمل الابداعي اللي انت قدمته لالاف او مئات الالاف والعمل الثاني فاحط المعايير زي ما اتكلم اقول اين المعايير اللي نتكلم عنها؟ وبنرجع للمعايير مره ثانيه. اتفضل يا عبد الله. فكره يعني ده كويس، انا ممكن اشوفها من وجهه نظر ثانيه. طب وانا رجعت السيستم عندي؟ النظام اللي عندك في المعايير. انا بخاطب مين؟ اليته ازاي؟ اليه التوصيف؟ يعني زي ما الدكتور قال مثلا فكره السلات شيء عظيم بس، او فكره الاغاثه بشكل عام او العمل في مناطق النزاعات ده شيء يعني ما حدش يقدر يتكلم فيه. نسال الله يجزيك خير عليه. ولكن الناس ازاي هو ليه خدوا من وجهه نظري انا كتقييم ان هو خدوها علشان فكره جديده بيشارك المجتمع فيها وهو عايز يحفز المجتمع من فكره ان هو بدل المؤسسات تشتغل لا ده المكان زي ما الدكتور كان بيتكلم المكان ده بتاعنا كلنا والله يا جماعه شوفوا الفكره البسيطه دي يلا اعملوا زيها. انما فكره المؤسسات ده شيء عظيم محدش يعني محدش هيجازيك عليه فيها. طبعا في معايير ثانيه هو اختاروها هو زي دي حاجه ثانيه، انما النقطه الاساسيه اللي ممكن تكون موجهه للمجتمع في وجهه نظري هي دي. حتى اللي عايز تضافه؟ اضافه صوتيه. انت قلت ايه في الاول كده كلمه انت كنت عذبنا عليها حاجه؟ انا رجعت السيستم عندي اللي انت كنت عايز تقولها. طيب احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ اتكلمنا عن لماذا وكيف ومن نحن والاربعه عندنا. رؤيتنا قدرتنا الحاجات دي اساسيه. ان احنا نقول ايه نبدا وعدم التسرع دي بقى مهمه جدا دي التدرج. التدرج انا بسرع على ايه؟ هقول لك حاجه بسرع على النبي. انا عملت انا مقسم الفقه لجزئين، فقه مجتمعي تخصصي، انت مثلا في الطب، انت في الهندسه، انت في الزراعه، انت في المياه، انت في التعليم، انت في الاقتصاد، انت في اي حاجه بصد الاسماك الى اخره. حتى في الطب داخل تخصصات، حتى داخل تخصص التخصصات في الطب في العظام. يعني مثلا كنت زمان يقول لك ده دكتور عظام واخدك من فوق لتحت، لا دلوقتي في الكتف في الكوع وفي الرسم وفي المفاصل بتاعت الصباع هنا العظام وهكذا. ها تخصص عظام طبيب عظام مفاصل المفاصل مش كلها على بعضها. انت ديرماتولوجي ولا عظام؟ روماتولوجي. يا سلام. طب ادينا بقى تخصصات ايش هتطلع في دراسه الصوت؟ نعم صوتك جميل. يعني علم المفاصل علم كبير جدا بس يعني الامراض اللي يختص بها اطباء المفاصل هي من ضمنها الالتهابات المفاصل المناعيه. شفت بقى كبيره جدا يعني، وعندنا اختصاصات دقيقه جدا في يعني حتى دخلوا في الناظور
في السباين يعني آلام الظهر والفقرات وفي آلام الرقبة يعني هو هذا مختصر لل يعني حاليا ما نقدرش نقول ان دكتور عظام ياخذ الجسم من اول لاخر. جراحة العظام اوسع من امراض المفاصل. شفت بقى ليش؟ لانه بها عمليات دقيقة. فهسه العالم يتجه الى التخصص الدقيق. ايوه جزاك الله. التخصص الدقيق هو يعني الامر المستهدف. يعني مثلا عملية في الفقرات العنقية يتجه إلى الأخصائي. لا أنا يحتاج لعملية. يتجه إلى الطبيب الاختصاص في الفقرات العنقية وهو أطباء اختصاص في الفقرات القطنية اللي هي تحت. فهذا التخصص الدقيق هو هسه المعهول به. دكتور دكتور كده زين كده خليني اشوف. طيب جزاك الله خير. يبقى احنا بنتكلم متضرر معناه او فقير في حاجه مش بس في الطب كله في جزء من الجزء من الطب زي ما اخونا كان بيتكلم في حتى في حتى مش في اللغه العربيه كلها في حتى بس هو بالك بنناقش لمثل هذه الاشياء. لكن ان احنا في وقت من الاوقات لابد نغير الفكر المجتمعي من عمل الانسان. الفكر المجتمعي لعمل الانسان بمعنى ايه؟ بمعنى بس النتائج. انا دلوقتي عندي كارثه وعندي عمل اغاثه عايز اقوم بيه. عمل اغاثه خلاص؟ كل الفلوس او 90% من الفلوس او الاموال اللي بتيجي لهيئه جمعيه خيريه هي في عمل الغاز، صح ولا غلط؟ صح. انا بقول وده بقى رايي الشخصي اللي انا اقاتل عليه وانا مسؤول عنه امام الله سبحانه وتعالى، ان انا بقول ان انا ساعه الكارثه هقسم ميزانياتي اللي هي فلوس الكارثه الى جزئين. 70% العمل الغازي. خلاص؟ مش 100%. ليه؟ لأن بعد التلفزيون ما يروح ويروح البيت مفيش حد هيديك ولا مليم. تيجي تقول لي عايز أعمل دورة للقدرات، عايز أعمل تنمية، عايز أعمل كذا، عايز أعمل كذا، عايز أبني المحليات، يعني بعد السونامي في مؤسسات ما عرفتش تدوس تصرف الفلوس بتاعها لمدة سنة. لماذا؟ الملفات مش موجودة والموظفين كلهم ماتوا. سنة. ما عرفوش يصرفوا الفلوس بتاعتهم. معايا؟ ال 30% التانيين أنا هقسمهم على الحاجات اللي ما بتجمعش فلوس بعد كده. اللي هي بناء القدرات، الأماكن اللي فيها تنمية، عايز أنمي في منطقة ما فيهاش كارثة أو ما فيهاش حرب، ربنا يحفظك. عايز أبني المحليات حتى. يعني أنا هديك مثل دلوقتي. لو احنا دخلنا ببلد ما خارجه من حرب واثار حرب وقلنا هنعيد الاعمار وفي 5 مليار قبل اعاده الاعمار كانت المحليات ممتلئه كانت الحكومه المحليه ضعيفه ال 5 مليار 10 مليار دول هيروحوا فين؟ هيضيعوا لان ما عندكش جهاز رقابي قوي يستطيع صرف مثل هذه الاموال صح ولا غلط؟ فانا من الناس اللي بقول انا مش عايز فلوس بالمليارات في الوقت ده بالذات لان ما كانش فيه فساد هتخلق الفساد لان الفساد بيجي مش لان انا سيء بيجي لان انا ما عنديش جهاز رقابي يمنعني عن التسيب فزي جزء منها ان انا ابني المحليات بيسموها عندنا في العراق المحليات دي اللي هي البلديات بلديات ها مجالس محليه مجالس محليه يبقى ده جزء منها ان انا اعمل احتياط استراتيجي من اول يوم في الصراع المسلح انا بطلع 2% 3% او 5% سيبهم من احتياطي الاستراتيجي ما بعد الحرب. تبقى موقوفه وقف زمني لما بعد الحرب. والله انا يعني مثلا لو انا مثلا بدوس في القضيه السوريه دلوقتي بقى 7 سنين او 8 سنين. 8 لو كان انا عندي 8 بخش لي كل سنه 10 مليون وقلت ان انا في كل سنه من اول يوم
الى يومنا هذا حطلع مثلا مدين 300,000 اسمهم، اصبح عنده دلوقتي 3 مليون او 4 مليون او 5 مليون او 2 مليون. لما حيجي الاعمار انا محتاج الميزانيه في وقت ما فيش فلوس بتجيلي، حسيت ان انا اخذ الاحتياط الاستراتيجي ده احطه على الطاوله. هنا بيجي بقى رؤيه مين؟ رؤيه مجلس الاداره وقدره مجلس الاداره على انه يتحكم في نفسه ويعلم المانح ان لابد ال 30% دول ابتدي هو ايه؟ ابتدي من اول يوم اقول يا اخوانا انا مش هيجي فلوس بعد الايه؟ بعد اعلان ما يحتفل. مش هيجي فلوس. دلوقتي السوري اللي اغلب المؤسسات السوريه اللي موجوده في تركيا دلوقتي بتغلق. ليه؟ لانهم كانوا معتمدين على عام على ايه؟ على مانح واحد. ها؟ المانح اصلا ما عندوش فلوس. فانت ليه بتعتمد على مانح واحد؟ ليه ما حملتش نفسك احتياط استراتيجي الى اخره الى اخره. فانا بتكلم في ال 30% دي نعمل فيها محاضرات ونعمل فيها نظريات. لابد نضرب على الامم المتحده وتقول لها هي والدول المانحه انا عايز ال 30% دي من اول يوم عشان بعدين انتوا ما تمشوا. انا المجتمع اللي انا قاعد، انا المجتمع، انا المال ده بتاعي، انا مش عايز اصرفه. يعني احد الاخوات السوريات كنت بتكلم معاها من اسبوعين انا هو بتقول لي جات لنا منحه مش عارف 400,000 ولا 300,000 ولا 500,000 من جهه معينه في الامم المتحده ولابد تصرفيها في 3 اشهر او 6 اشهر. تقول له انت معملها سنتين انا عندي القدره عشان هي ماشيه. تقول لها هو كده. هي بتقول لي انا بقدر المال. يبقى الفكر بتاعنا يا شباب احنا نطلع فكر جديد يستطيع ان يقول للمانحين يا مانحين اسمعونا، نحن اصحاب المعرفه ونحن اصحاب الابداع ونحن اصحاب الحل المستدام. احنا اللي هنحل المشكله مش الفلوس فقط. اذا كانوا نحن نفسنا هذه الشخصيه المجتمعيه بكتل كبيره من المؤسسات سنستطيع ان نغير ايه؟ ثقافه ايه؟ المانع بالنسبه لنا. واضح يا شباب؟ ده حلم. لما انا ما عملتش حقه انتوا تحققوه. خلاص؟ التدرج مهم جدا. انا ممكن اقول في التدرج ايه؟ العمل التقليدي مفيش مشكله. يعني هديك انا امثله ثانيه عشان ايه بس ايه؟ خد ترتيب كده عشان التلفزيون بيعمل قطع في الاسئله التلفزيون بتاعنا مش كده؟ عندنا تلفزيون كتير احنا. امشي واضحه ال 30% دي؟ والله صعبه الحصول عليها. انا عارف. هو اصلا ومين اللي قال صعبه؟ ما انا بقول لك ما فيش حاجه سهله. مفيش حاجه سهله. حتى جوازك صعب. زواجك يعني صعب. تربيه الاولاد صعبه. ارضاء الوالدين صعب. بناء الجمعيه صعبه. فكل الاشياء دي تحديات. انا لذلك انا قلت ايه في الاخر؟ بنجتمع احنا على رؤيه واحده كجمعيات معينه. ونبتدي نفرض قد ما استطعنا نصل 30% لكن لو خدنا 10% ممتاز. لو خدنا 10% ممتاز، لو خدنا 10% ممتاز، بس ناخد حاجة ما تخلينيش إن أنا بعد الكارثة ما تحصل ألاقي مفيش حد يديني ولا مليم، وأقعد في المؤسسة، هنا مئات المؤسسات السورية بتغلق. ليه؟ لأن مفيش تمويل لها، ما عملوش يوم الحساب ده اللي هو في يوم من الأيام هناخد عنوان عنه. ياما حذرنا من 3 سنين و4 سنين لكن هم كانوا نايمين في حضن جمعية في بلد ما أو بلد ما أو بلد ما إلى آخره، والآخر لا مفيش حاجة. فذلك انا بقى احذر وهنستطيع اننا ننجح اذا اتحدنا وعملنا لنفسنا صوت واحد. يعني صلى على النبي يا شباب. انا عندي ورقه عمل وزي ما تقول نظريه جديده جميله جدا. خلاص؟ ومبدعه. فحبيت اعرضها على المجتمع، لو انا نزلتها لوحدي هيبقى تاثيرها في المجتمع تاثير شخص واحد او جمعيه واحده. انا عايز اعمل فيها الصبر. على الشعار بتاعي ان هو الشعار الاول على اسم جمعيتش هي الجمعيه اللي عملتها. ها؟ وده جزء من الفشل. بالرغم ان الفكره ايه؟ مبدعه صح؟ جزء من الفشل. لكن لو انا صبرت على هذه الفكره الجميله معايا وكلمت جمعيتك اسمها ايه؟ كلكم جمعيتوا نفس الجمعيه؟ كذا وكذا 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 وعرضت الفكره دي على كل هذه الجمعيات قلت لهم يا اخوانا خدوا وقتكم اسبوع ولا اسبوعين ونزل الفكره الابداعيه دي باسماء 10 او 15 جمعيه او 20 جمعيه تاثيرها هيكون ايه على المجتمع؟ اقوى بكتير. لكن الفكر الاحادي اللي احنا بنحاول نسبق به الاخرين هيخلي الفكره الجميله دي ما تطلعش زي شجره النخله.
تطلع زي البرسين. ما يرهاش الناس اللي فوق البعيدين، يراها فقط الناس اللي تحت. فحضرتك عايزين نعلم نفسنا ان حب الشعار المؤسسه وحب اسم المؤسسه ما يطغاش علينا ويكون اقوى من حبنا للمجتمع اللي نعمل من قبل. انا هديكم مثلا احنا عملناه من سنتين، هنعمله السنه دي برضك في اخر السنه. لو انتوا عايزين تشاركوا فيني هقول لكم تبقى تبعتوا مندوب في اخر السنه في اسطنبول. مؤتمر احنا عملناه خلاص يا شباب، مؤتمر احنا كجمعيه عملناه. مؤتمر ده تعرف قررناه امتى؟ كنا جمعنا احنا ورش عمل كتير جدا للترتيب لمؤتمر القمه الانسانيه اللي اتعمل 2016. وكان عندنا رؤيه، قالوا الرؤيه هي المستقبل. مين قال الرؤيه هي المستقبل؟ اول واحد فيكم. ده دكتور في ايه؟ انا في علوم اسلاميه. ده مش دكتور في حتى يعني. لا. انا حتى الدكتوره حتى حددني في في قفايا. كمل بقى. وقفات حروف. وقفات حروف. خايف كمل. انا علمت ازاي في المصريات القدام في العصر الحجري لما كانوا بيحبوا الحامه تيجي تخطب البنت كانت بتعمل ايه؟ والله دي انت لازم تحكيها، دي قوانين معقده جدا يعني. تقعد البنت وتطلعها على الكرسي وتديها حاجات بندقه كده عشان تكسرها تشوف سنها شكلها ايه؟ تقول لها حاجه ناحيه عينيها كده وتقول لها بص فيها عشان تبقى تشوف عمر ما تشوفش. تحضرها بقى في كل حته باسمها. ايوه كده كده وشدها بشعرها شغلت السينما المصريه. لا يا بنتي ايه الجمال ده؟ وكانت شدها كده بتتصور. وبعدين تجيب لها بقى كوبايه القهوه ولا فنجان القهوه، لو من غير وش تبقى صدق. عشان وش القهوه يعني ايه؟ الرغوه اللي فوق ده. ايوه ايه ده يا بنتي ده خلاص يلا يا ابني نطلع بره مش عارف تعمل فنجان قهوه. كنت بقول بيها انا زفت دلوقتي، كنت بقول ايه قبل كده؟ يا عبد الله المؤتمر تقريبا نهايه السنه. فكان عندنا رؤيه المؤتمر ده في ديسمبر 2015. الرؤيه هي ماذا بعد المؤتمر؟ لما احنا قعدنا مع احنا احد الميسرين لورشات كتير جدا اللي هم متاحه في 36 دوله. ففي هذه الرؤيه حطينا ماذا بعد؟ لازم انتم في كل عمل تعملوا ماذا بعد؟ يعني مش احنا عملنا ورشه عمل مجرد ورشه عمل، ماذا بعد ورشه عمل عشان نغيرها؟ فقلنا ماذا بعد؟ واحنا في ديسمبر 2015 كان المؤتمر في مايو 2016. فلما قعدنا مع الامم المتحده لانهم بيقولوا ايه ماذا بعد؟ سكتوا. احنا لسه ما خلصناش المؤتمر تيجي تقول لنا ماذا بعد؟ المهم كنا احنا عاملين رؤيه. فحددنا الرؤيه دي واركانها في 5 ديسمبر 2015. لم نعلن عنها في المؤتمر. كيف اعلنا عنها بعد المؤتمر ده بأشهر؟ يعني شهر يوليو او اغسطس. قلنا احنا عايزين نعمل مؤتمر ايه يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مين صاحب الفكره؟ احنا. لكن لما جينا نجيب المؤسسات الكبيره اللي تخش الرقابه عندنا ما عملناش الشعار بتاعنا هو الشعار الاساسي. مش عارف. اي حاجه خلاص. خد بالك اجتهد. قول بسم الله واجتهد. لو اخطات كل كاجر اذا اخطا انا فلما ننظر لمثل هذا الموضوع واخبر حضرتك قلنا دخل معانا 35 مؤسسه كشركاء من اول يوم فكره مين؟ فكرتنا احنا صح؟ لكن احنا ما رضيناش نستثمر بيها لانفسنا وحطينا شعار المؤسسه وسط ال 35 شعار خلاص؟ السكرتيريه كانت سكرتيريتنا احنا اللي بتدير الملف ده، لكن لما جينا قلنا السكرتيريه شلنا اسم المؤسسه من المسؤول، قلنا له دلوقتي انت مسؤول السكرتيريه في المؤتمر مش مسؤول مؤسستنا احنا في المؤتمر، شيل ايه الصفه الوظيفيه بتاعتك. فكانت مؤسسات كبيره اللي عندها 100 مليون واللي عندها 500 مليون و300 مليون اصبحوا شركاء مع مؤسسه كل راس مالها يمكن ربع مليون او اكثر او اقل. ده اللي هو الميزانيه بتاعتك. فاذا انت عايز الفكره بتاعتك تنجح في التضرب لابد انك تجيب حواليها ناس. انا في الاول بدات بايه؟ ب
العمل التقليدي اللي هو ايه؟ رمضان، الاضاحي، الغاثة، الايتام، كذا. كويس، ممتاز، ابدأ بيه. ابدأ وابدأ 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 وابدأ. وبعد كده طول ما انت بترتقي، خرجنا من مرحلة الحضانة للابتدائي للاعدادي للثانوي للجامعة للابحاث لكذا لكذا، ما تقفش انت في مرحلة واحدة. لو انت وقفت في مرحلة واحدة خلاص انت بتقضي على النمو الراسي الفكري المؤسسي. وده اللي احنا عملناه. يعني هو بدي فكرة تجربة عملية خلت مننا 35 سنة من استجابة لإغاثة إلى التكلم عن الأبحاث. أقول لكم يا شباب، أنت في هذه المؤسستين الأبحاث، راح فين الأخر الموجودة؟ أبحاث. طيب أنا عايز كل جمعية من عندنا تشارك في عمل بحث وتديها لجمعية بحثية أو لجامعة. ما عندناش مؤسسات أبحاث قوية في بلادنا، صح ولا غلط؟ ما عندناش مؤسسات بتاع ثينك تانك اللي هي بتاعت ايه يعني ثينك تانك؟ فكريا، صح ولا غلط؟ فكل مؤسسات الثينك تانك دي جايه لنا من بره وتعمل لك حاجه كده وتصنفها على اساس ايه؟ انا ما عنديش مؤسسه ترد عليها بفكره، ترد عليها ببحث. فلذلك في النمو التدرج ده بتاخد من الاغاثه العمل التقليدي الى تخش عمل الحقوق الى كذا الى كذا بما يتوافق مع المعايير الانسانيه لمؤسسه. لكن انا عايز ابني بحث. كم احنا بنصرف من ميزانياتنا على الابحاث؟ وانا لازم اعمل قسم للبحث؟ لا، انا والله يا اخوانا ايه بس القضيه اللي انتوا عايزين تبحثوها في اي مدينه في المدن عندكم؟ اي قضيه من القضايا اللي عايز تبحثوها؟ قضيه التعليم. التعليم التعليم. طيب خلاص نجتمع مع بعض ونروح مع جامعه متخصصه او مع مركز بحث متخصص، قول له والله المبدأ احنا عامل لك الداتا المعلومات وانت حللها واعملها كذا وكذا 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 وطلعها. هتتكلم في كام؟ بدل ما انا هعمل قسم للبحث واداره البحث، احنا كلنا الموضوع ده هيكلف مثلا 100,000 دولار على 10 جمعيات او 15 جمعيه، بقى 7,000 دولار لكل جمعيه. اللي عملتها جامعه معينه او هيئه معروفه مرموقه معينه، لما هياخد البحث ده باسم الجامعه دي الناس هتقراه، السياسيين هيقروه، الحكومه هتقراه، لكن لما هياخد بس باسم جمعيه مش حرام. دي وجهه نظرك انت كجمعيه من 4,000 جمعيه، لكن دي جامعه مستقله ها عندها كوادر وعندها كذا وعندها كذا، وانتم جزاكم الله خير اللي هو ايه؟ اللي هي الداتا اللي هي المعلومات اللي الجامعه مش ممكن تحطها في جامعه. وبدل ما تعملها جمعيه واحده تعملها 10 جمعيات او 10 جمعيات يطلعوا مع بعض ويطلعوا في المؤتمر الصحفي مع بعض مع الجامعه يقول احنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا. فلما الحكومه ترى ان في 10 15 شعار موجودين وترى وراهم جامعه معينه او مركز بحثي مرموق الى اخره، هتستطيع او هتستعد تاثر على حيثيات صناعه القرار الحكومي في هذا المكان. لكن اللي احنا بنعمله ده من خبرتنا البسيطه ان احنا بنستهدف بانفسنا عن الاخرين. عشان كده بيطلع المنتج ايه؟ ضعيف. جزاكم الله خير. يبقى ده بقى ايه؟ تدرج. في حاجه ثانيه عايزينها بس قبل ما تعملوا كده. انا ما عنديش مشكله، انا لغايه كل ما يعني مشاوير الصبحيه اخونا قال لي تعالى فجيت على طول. عفوا استاذ، هي منظمات غير حكوميه. لا ما هي غير حكوميه، نعم. احنا شفنا من خلال يعني عملنا خصوصا يعني احنا عملنا محلي مو دولي. مش مشكله. عملكم دولي. ومحلي ولا؟ ايه المحلي احنا نشوف اكبر عقبه امام انه التطور او ممكن المنظمه تقدم خدمه للناس هي الحكومه. نعم. فده يعني ارى ان حضرتك تربط الامر بالحكومه بالامم المتحده وبالجسمه. تدري هذول هم عندهم معايير، شلون معايير انه فلان لازم ياخذ جائزه وفلان ما ياخذ جائزه. يعني هي مثلا ناديه مراد ايش قدمت للامه الانسانيه وحتى تحصل على جائزه نوبل، سواء انها تفتخر انها اختصرها 4 أو 5 اشخاص من مع العلم السجناء ابو غرير اللي اعتقلتهم القوات الامريكيه يعني اختصروا حتى الرجال. فانا اشوف مع يعني ربط المنظمات غير الحكوميه بالعمل الحكومي وبالامم المتحده انا اشوفه معرقل لعمل المنظمات وليس مساعد لتقديمها.
لك بالاخر وجهه نظر معتبره ومحترمه وواقعيه، لكن انا ازاي هاثر على الحكومه عشان تغير قرار سياسي؟ انا اللي انا بتكلم عليها يا اخوانا ان انا عايز اعمل شيء يكون لي حيثيه قويه تستطيع انها توجه. انت في الحكومه دي في اعضاء برلمان صح ولا غلط؟ في ناس يعرفوك ومؤمنين باللي انت بتقوم بيه، ده اللي احنا مسمينه لوبي من الاحزاب المختلفه. وانت بتتكلم عن مشروع انساني، بتتكلم عن التعليم، وانت بتحط وجهه نظر. لو احنا ما بنيناش تحالف مع جمعيات غير حكوميه كثيره لن نستطيع ان نؤثر على الحكومه ولا على الامم المتحده. احنا مشكلتنا يعني مثلا هديك انا حاجه حصلت في مؤتمر القمه الانساني 2016، السوريين لاول مره يجتمعوا مع بعض ويقولوا في هذا الاجتماع ان 80% من اموال الامم المتحده لا تاتي للمؤسسات غير الحكوميه اللي خارج دمشق، اللي خارج سوريا يعني. ودي ضغط جدا على الامم المتحده انها تتوزع بعض الاموال دي على المؤسسات الكثيره سواء كان في الاردن او في لبنان او في تركيا. لو ما خرجوش بهذه الاحصائيات وقفوا قدام الامم المتحده وقالوا انت لابد تكوني متعدد، صحيح في نازحين في الداخل تحت رعايه الدوله، في نازحين تحت رعايه الجمعيات دي، وفي لاجئين في تركيا وغير تركيا، فلابد انت من غير الضغط ده مش هيحصل ان الامم المتحده تغير قرارها السياسي او لان قرار الامم المتحده مؤسسه حكومات. فارجع مره اخرى اتكلم فيها، انا متوافق جدا مع اللي بقوله، بس انا بعمل منظومه تستطيع انها تؤثر على تقليل سموم اي قرار انفرادي لاي حكومه. لن يتغير هذا او يخفف منه الا عن طريق التكتلات، الا عن طريق الابحاث يعني بنكتبها. ولابد ان نحاول، اغلب الاوراق البحثيه اللي بتطلع في بريطانيا هي اللي بتاثر على قرار الحكومه. مش واحد زي حالاتي بيطلع يعيط يقول احنا كذا ويقول محاضره الى اخره، لا اغلبها بتطلع بحثيه بالارقام. يعني في احد المؤسسات من 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 شهر تقريبا نزلت كده مؤسسه بحثيه يمينيه ان في خطوره في الجمعيات الاسلاميه اللي في الجامعات البريطانيه انها بتجيب ناس متطرفين. 56 جمعيه 56 جامعه، تخيل بقى. طبعا البحث ده كان فرفوش وذكروا مثلا بعض الاسماء كتيره. فانا قعدت مع بعض المسؤولين من حوالي 3 اسابيع جبت لهم الاحصائيات كم عدد الطلبه في كل جمعيه، بس حاجه تافهه جدا ومش يعني مش محتاجه يعني شيء المعنى تعمله. طلع اكثر من 1,000,000 طالب خلاص. قلت لهم في الجلسه دي هم يعني ناس مسؤولين عن التطرف الارهابي الداخلي، قلت لهم طب ده واحد متخيل ان 1% من الطلبه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين قالوا التعليم ده وبدأ هم يتطرفوا واتخانقوا مع بعض ودخلوا كل الجامعات، هيبقى انتم موقفكم ايه؟ بس لما كان 1% من المليون، 1% كان يعني 10,000 10,000 تخيل؟ لو بعض الشباب اللي هم الغير مسلم اللي هم من اليمين الى اخره، وبعض الشباب من المسلم اللي هم يعني اصبح متحمس الى اخره واصطدموا في الجامعات دي، انتوا هتكون تكلفه الصدمات دي عليكم انتوا هيئه ولا على المؤسسه اليمينيه اللي عملت كذا وكذا 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 دون معرفه. فهم اهم حاجه في في في, في الكلام اللي هنقوله كان هو ايه؟ المليون مليون طالب في سن 18 او 17 ل 22 هو السن اللي بيحصل فيه مواقف. ما تقدرش توقفها، انت ماسك في 56 جامعه. ومنظر مرة أخرى لابد علينا من أن نكمل نكون كتل ونتعلم أن نتعامل مع بعض كشركاء مش ليس كمنافسين على المستوى الوطني. على المستوى الوطني واخد بالك؟ فلذلك هتلاقي بقدر أن هو حرفية وشفافية و ومصداقيه البحث اللي انت عامله تستطيع ان تؤثر من خلال اصدقائك داخل اي دائره من الدوائر الحكوميه ان هم ايه؟ ان لم يغيروا القرار لكن على الاقل يقللوا من سلبيات القرار. اللي انا بقوله هو مسيره فيها تضارب. هل احنا نستطيع ان احنا 10 15 جمعيه نقعد مع بعض نفكر برؤيه واحده؟
ده السؤال. السؤال مش الحكومة هتوفر ولا توفرش، لا. السؤال احنا هنقعد مع بعض ونسخ بعض ولا لا. شوف الأصعب فين؟ الأصعب هيكون عندي أنا. هل أنا هستطيع؟ يعني لما بضرب المثل بتاع المؤتمر من سنتين ده، الشباب اللي كنا شغال معاهم دول تبدأنا فكرتنا، والمال احنا اللي نجمعه كله، ولا الشعار بتاعه يكون زي 35 شعار. لأن في 35 شعار ده كان فيه زي ما قلت في مؤسسة عندها 100 مليون و200 مليون، واحنا بقولنا ربع مليون. فلما هيحسوا ان احنا بنستأثر بشعارنا على شعاركم هيعملوا ايه؟ يا عم دول واخديننا احنا بطيئة، واخديننا احنا ركوبة، واخديننا احنا كذا. وده اللي انا بتكلم عليه، كيف نستطيع ان نجلس ونتفق؟ ان شاء الله يكون على بحث بسيط لا نختلف عليه كلنا. اذا اردت ان تؤثر على القرار السياسي لاي حكومه في العالم، اذا كانت حكومه محليه او حتى الامم المتحده، في مداخل الامم المتحده دخلت فيها، بس انت ادينا البحث. واحد كان بعت لي رساله من اليمن من كام يوم، اليمن فيها كذا فيها كذا. انا كنت في اليمن، اعوذ بالله من شر هذه الكلمه، وقبل ما يعلن عن الكوليرا في اليمن في 2017 كنت انا واقف في المستشفى السبعين بتاعت الاطفال في صنعاء بقول لهم ان في كوليرا في اليمن. فكنت جربت الكلمه بتاعتي، كان كل المؤسسات التعليميه داخل ايه؟ داخل صنعاء. قبل الامم المتحده بساعات بتقعد معانا، بالرغم ان كانت ايه الاحصائيات الامم المتحده. فانا خدنا من الاحصائيات دي اللي مكتوبه على الويب سايت بتاعهم وعلناها على البلد. فاضطروا انهم يعلنوها. من كام من مش عارف ابريل او مايو 2017 كنت انا دكتور في صنعاء. فلما نضرب مثل هذه الاشياء انت استفدت بايه؟ بالاعلام. الاعلام اعلن واضطروا الناس انهم يتعاملوا مع قضيه الكوليرا كانها قضيه محوريه. وانا لما الاخ كلمني قلت له هات لي كم جمله كده، قلت له ما ينفعش، هات لي احصائيات، هات لي تقارير، عشان لو احنا هنعمل محاضره هنعمل شيء بناء على، خدت بالك في حته بناء على حيث كان حكم في القضاء او في اي حاجه ثانيه بناء على. بس اهم حاجه في بناء على من نحن لكي نجلس مع بعض ونتفق على شيء بسيط يفيد المجتمع دون ان يستاثر بنا منا احد على الاخر في داخل المجموعه دي كلها. احنا عاملين جمعيه اسمها مسلم تشايلدز فورم، مجمعه كل الجمعيات الخيريه الاسلاميه مش كلهم طبعا، يعني حوالي 17 او 18 واحده. اساس الجمعيه دي كلها ان رئيس الجمعيه ما يكونش منتسب لاي احد من الاعضاء، عشان ما يكونش ليه دور ولا انه ياثر على القرار السياسي بتاعه. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه حطناها ان في ربع اعضاء الجمعيه يكونوا من المستقلين. خلاص؟ يعني في مثلا 75% من اعضاء الجمعيه 25% من المستقلين، عشان يكون في توازن. الأمر الثالث الذي يختار العضوية الجديدة ليس من أعضاء الجمعية، لكن ناس مستقلين من بره. يبصوا لكل جمعية قدمت عنها تكون عضو، يشوفوا هل المعايير بتاعتها تتمشى مع المعايير بتاع الجمعية الحالية ولا لا. ده جزء من الشفافية، يبقى الرئيس مش من الجمعيات اللي هي الأعضاء. أغلب التكتلات احنا عاملينها شباب، الرئيس بيكون من أحد الجمعية. وأغلب النقاشات الخلفية بعض الانتقامات أنا عاملها بإيه؟ لا عايز يروح خلينا نشرب الحته دي عشان جمعيتي من الناس. ده اللي بيحصل. لكن انا لو جبت رئيس مستقل عن كل الجمعيات وحطيته في التكتل، انا عمل التكتلات ده شيء جديد لابد احنا ايه نؤمن بيه عشان نبتدي نعمله. احنا ما عملناش قبل كده ليه؟ لان المجتمع في العراق كان في 30 سنه اللي فاتت يعني اسمه ايه؟ محروم من العمل المجتمعي المؤسسي. وان كان هناك عمل مجتمعي فردي، يعني انت مثلا لو حصلت مشكله في الحي بتاعك بتدخل تساعد جار كفرد، صح؟ واحده اتطلقت بتساعدها، واحد جوزها مات بتساعدها، الى اخره الى اخره الى اخره. لكن العمل المؤسسي كانت انت محروم منه. العراق وليبيا وسوريا الى اخره. الشعب كان مغير عنها. اه، لكن انت كنت بتعمله ايه كفرد؟ والدك، والدتك، خالك، عمتك الى اخره. دلوقتي احنا الاثنين كان داخلين، خلي بالك العمل في العراق تقدم جدا عن اي دول ثانيه. فاحنا عايزين نوصل برضه في المرحله دي اننا كيف نقعد مع بعض بعد ربنا ما اكرمنا في العشر سنين اللي فاتوا ولا خمس سنين اللي فاتوا او ست سنين اللي فاتوا وعملنا جمعيات، ان الجمعيات تقعد علشان تتكلم بينها وبين بعضها بشفافيه واريحيه عن ماذا نفعل العراق جميعا. ان شاء الله يكون شيء بسيط.
شان الله يكون شيء بسيط. شان الله يكون شيء بسيط. وانا شباب تضرر. عايزين ترتاحوا دلوقتي؟ ايوه ايوه والله ايوه والله. هردنا قول لي قول لنا هردنا. هردنا وهردنا. اهم حاجة في الموضوع ده اننا بنعمل دراسة حالة دراسة المجتمع. ادونا حي من احياء كده او مدينة من المدن. اي مدينة او اي حي. مخيمات. مخيمات. مخيمات النزوح. انا بدرس مخيمات النزوح دي. قد تكون مخيمات النزوح دي مع الامم المتحدة او مع اي مؤسسة. انا بنزل بشوف مخيمات النزوح دي مع القائمين عليها ايه الحاجات اللي هم عايزينها علشان ما اوزعش مواد تكون هي بتتوزع من اي حد تاني مكرره. فلابد يحصل زياره ميدانيه سواء كانت هم في مراكز اجتماعيه ومراكز ايواء او في مخيمات النزوح. والله في مسؤول عن مخيمات النزوح فلان وفلان 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 وفلان. اخذ منه الاحصائيات اقول له والله انت عندك ايه عجز في ايه؟ انا عجز عندي مثلا عجز في الميه. أودي لهم عربيات فيها مية. أنا عندي عجز في الدواء. أودي لهم الأدوية. أنا عندي عجز في الطعام. أودي لهم الطعام. ما روحش أي مخيم من دول أوزع فيه دون أن أعرف ما حاجة الناس لهذه الأشياء. واللي إحنا تعلمناه من قضية سورية كتيرة جدا إن صناديق الأكل ما زالت بترسل ونصها أو ثلاثة أرباعها بيباع في نفس اليوم اللي بيستلموها فيه. لأن الناس قالوا من ثلاث سنين مش عايزين أكل. مش عايزين اكل. كنت انا بتكلم مع احد الاخوه اللي مسؤول عن جمعيه كبيره جدا في انطاكيا. قال لي انا عارف الصندوق بتاعنا اشوفه كده واشوفه بعد كده بنص ساعه في السوق لان الشخص اللي هناك عايز ايه؟ عايز فلوس يعيش بيها يشتري بيها حاجه ثانيه مش عايز اكل. فلذلك لابد اننا نعمل اول شيء نعمله ايه؟ اننا نعمل حاجه دراسه حاجه مجتمعيه من خلال المسؤولين او خلال اللي هم عاملينها. اتفضل. احنا عندنا مشكلة احيانا وهي التعامل ويا بعض المخيمات. مشكلة المشكلة هي انت من تجي تعرض للفلوس وتعرف هم النازحين داخل مخيم بحاجة للفلوس يعني المادة. ابو المخيم يقول لك انا اموال ما اقدر اتوزع بمحاضر يعني من عنده محظور امني غيره ولكن جيب لي مواد. وانت تعرف بين المواد احنا نشوفها احيانا في داخل مخيمك واسواق المواد تنباع مال الامم المتحده مال جمعيات اماراتيه مكتوب الامارات كل الدول كل الدول. هنا شلون نحل الاشكاليه؟ طيب هو هنا اللي احنا بنعمله ان احنا نقول لهم هم عايزين ايه مننا؟ احنا برضك مش عايز يجيب حاجه يروح يبيعوها بره. ممكن ودي المشكله بقى تكون بينك انت وبين المانع. بينك المانع المانع قد يفرض عليك في رمضان جاي صح؟ نعم. في رمضان ده المانع عايز افطار الصبر. شئت ام ابيت. صحيح. وانت تعرف تماما انه نص السلال الغذائيه في رمضان او غيرها هتتباع في السوق. ربع الدهب. ربع الدهب. وانت غير تعب كمان. غير تعب انت كمان. فاحنا لو كنا نرجع للمانع بتاعنا اللي بيدينا ده بطريقه نقول له ده مش نافع. ايوه. فلذلك نرجع بس للكلام اللي احنا قلناه من شويه ان كيف ان احنا نقعد كجمعيات مع بعض ونتفق على اننا يا اخواننا السله الغذائيه في رمضان مش مجديه. لان الناس مش عايزين اكل، الناس عايزين حاجه ثانيه. فممكن ناخد نص فلوس في سله غذائيه والنص ده نعمل حاجه ثانيه للمجتمع ده، لان الفلوس بس في رمضان. نقول مثلا سله غذائيه لاطعام الجائع. والجائع ممكن يكون في رمضان خارج رمضان. سلة غذائية لطعام الفقير في رمضان خارج رمضان صح ولا غلط؟ وهكذا. بس كل المانع ارجوك ادينا جزء من السلة الغذائية ده ان نعمل بيه مشروع للناس. يعني قول للمتبرع عندك مثلا في دولة ما ان احنا السلة الغذائية بتتكلف 50 دولار هنطلع منها 20 دولار عشان نعمل بيها مشروع اخر جنب السلة الغذائية. يبقى السلة الغذائية المتبرع تكون ب 50 دولار او 40 دولار تفقد 20 دولار و 20 دولار ده انا عايز اتحكم فيهم كجمعيه. اعمل لهم شيء لانهم عايزين ينتقلوا. يعني المراه انا ذكرتها قبل كده كانت مش عارفه تجيب لاولادها اكل في يوم عيد الاضحى في مجتمع قوى الزراعه في العراق. دي انا مش عايزها تبقى وقفه ذريه. ممكن تشتغل في البيت. ممكن تجيب لها مكنه.
كنت اقول اي شيء تشتغل وتاكل ولدها مش عايز تمشي في الشارع تلم المصاريف لانها امراه عزيزه وكريمه وعندها شخصيه فلابد والاصعب حاجه علينا لابد ان احنا نقعد مع بعض في الجمعيات ونقول للمانع يا مانع اسبوكم والله لو انا مش سيبكم كلمه عزك الله لو الامر بايدي وكنت اقبل مش ايدين هؤلاء المانحين اركلهم لرحت عشان هم بطلوا يكسبوا كل الفلوس في الاكل بطلوا بقى خلاص كفايه كفايه حرام 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 ورمضان جاي اهو وانا بنقول لكم سواء كان جمعيات عراقيه او سوريه او حتى يمنيه دي مناسك مثلا في جمعيات بتروح في نفس المخيم صح؟ وفي مخيمات اخرى ما حدش بيروح غير التنسيق يبقى اول حاجه دراسه الحاله ثاني حاجه دراسه التنسيق لو التنسيق ونحن عندنا مثلا كم مخيم من النازحين 10 15 20 يا اخواننا مين هيمسك المخيم ده؟ مين هيمسك المخيم؟ عشان مش كلنا نروح المخيم يكون جنبنا واسهل علينا. ها؟ الامر الثالث هو اصعب بكثير ان انا اقول للمانع ارجوك ونتوسل اليك خلي نص السله الغذائيه دي نعمل بيه مشروع لكي ينتج الغذاء. يعني نص الغذاء ونص الانتاج الغذائي. ما يبقاش لا فتوى شرعيه. ما فيش مشكلة ما. لا ما شوف انت طالما انت ذكرت في التبرع بتاعك ان النص هيتاخد كده وكده مش محتاج فتوى شرعية. لا احنا يعني نصطدم بالفتاوى الشرعية. مش مشكلة اتفضل. الفتاوى الشرعية تقول لك زكاة الأموال وقف لتوزيعها على يعني المحتاجين. صح. حتى العاملين عليها كوبيهم فتاوى متشددة انه ما يحكم للعاملين عليها. اه ده مين بقى؟ الفتاوى عندنا بالعراق. لا ما فيش فتاوى اخرى كلها؟ ها واكو فتاوى اخرى. فاذا احنا العاملين عليها بشقه انفسنا ناخذها من عندهم. شلون حنقدر نطلع من المانحين انه نصها او ربعها او ثلثها انه نسوي بها مشاريع؟ طيب. صعبه جدا. نعم. نحن نريد نقول ايه؟ انا رجعت اقول ثاني وثالث ورابع ان ربنا قال عاملين عليها صح؟ نعم. انا مش جايب حاجه من عندي. كنا عاملين على اللي بتوع الثمن الربع الثلث الخمس ال 1% دي خلافات بين المعلمين. في بعض الفتاوى الشرعيه بتقول ان اللي عاملين عليها تصل الى مرحله انها بتكون 50% واكثر. لماذا؟ لان المنطقه اللي انت بتشتغل فيها منطقه لا يستطيع دخولها احد ولا يخاطر بنفسه احد. في فتاوى كده وفتاوى كده. بالمناسبه العاملين عليها من يفسرها مو اللي يشتغل يوزع وانما اللي يشتغل يجيب كده وكده. كل الدافع انا معايا نزل لغه العاملين عليها اللي يشتغل هذا ما له اكو بيهم. انت اللي تجيب الفلوس تروح يعني تلم الزكاه زكاه الاموال. هذا هو اللي يقصد به العامل اللي حطاه في الديوان مين؟ اللي يوزع حطاه في الديوان مين؟ وين؟ في الديوان اللي بيت المال اللي حطاه بتاع مين عليه؟ يعني انا دلوقتي بحرص بيت المال عشان عاملين عليها؟ اي انا اجيب لك الفلوس واعطيك اياها. طب وبعدين؟ وانت حتخليها. ايوه. يعني انا ولا انا باخد دي بقى واودعها الفقراء عشان عاملين عليها؟ لا كوبي بيقول لك انا بقى مين؟ لا مو عاملين. انا مين؟ مو عاملين. ما انا مين؟ انت هذا متطوع. انا حرام. لا متطوع. متطوع. مفيش حاجه اسمها متطوع. صدقني يا استاذ انا مش متطوع. انا لسه لا لسه لسه بديلك. احنا بدنا نصطدم بيجي فتاوى. انا معاك. انا حبدا في الشغل خلاص. اما انا حبدا في الشغل مش حاطط كل شيء. شيخ وسام شيخ كركوك شيخ عبد الباسط في بغداد اكو شيء فتاوى ولا لا؟ نعم انا هاخذ بعض انا هاخذ بعض الفتاوى اللي تخليني اسر العمل بالنسبه لي خلاص. انا كنت معلم مع مسجد الامام ابو حنيفه بن عمان في ديسمبر علشان حاجه واحده. كيف نزكي مؤسسة دون أن نعرف المعايير لو الشرعية أو الإنسانية لها؟ بعدك؟ لأن كل واحد يطلع عليه فتوى ما ينفعش. مش في مجلس الإفتاء عندكم في العراق اسمه إيه؟ مجمع الفقهي. المجمع الفقهي اللي مسجد أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. فالمجلس ده نقول له الدور. لا هو مش حاجة نقول له الدور ده إلا لما إحنا نقعد نقول له المشكلة شكلها إيه؟ لما أنت تروح لطبيب هتقول له بس أنا عندي وجع في بطني؟ ولا هتقول له الوجع ده بيجي الساعة كام؟ وشكله ايه؟
وبيعمل في مخي ايه، بيعمل في ظهري ايه، حد بيسمع حكايه بالايمن والرجال الايسر عشان يعرف الواقع ده جاي من الكليه او جاي من المصران او جاي من الزايده او جاي من الكبد الى اخره. فلو احنا ما قعدناش كجمعيات انسانيه مع هؤلاء الفقهاء لن يعطوا فتوى مضبوطه ابدا. لذلك انت اصل الموضوع واصل المشكله واصل الحل. فاحنا مش معنى كده ان كل الفقهاء هياخدوا برايك. يعني مثلا احد الفقهاء رحمه الله عليه الشيخ فيصل المولوي كان ساعتها حرب الشيشان في 94 95 وكان الوصول هناك صعب وموت عشان تشتغل هناك في الشيشان، تلج ومواجهات الى اخره. وبعدين قبلها كانت حرب البوسنه ومناطق صعبه جدا في الشام، وقبلها جنوب السودان. جنوب السودان يا شباب ايام ما كان في حرب بين الشمال والجنوب كان في اسقاط جوي. اسقاط ايه؟ جوي. لان مجرد ما الماء موصل من الامطار جه ما كانش في اي طرق معبده في الجنوب، بيتقفل الجنوب وطرقه دي كلها لمده 4 اشهر او 5 اشهر. والناس دول لو ما رحناهمش اكل هيموتوا. كانت الامم المتحده او الحكومات بتلزم الاسقاط الجوي. اسقاط الجوي ده بيتكلف كام؟ عشان تطلع طياره 40 طن. خلاص؟ ممكن ال 40 طن يكونوا مقسم متكلفين مثلا 30,000 دولار او 20,000 دولار او 15,000 دولار. لكن الطياره لوحدها 30,000 دولار. بعدين الهلاك بتاع الاسقاط الجوي بياخد ايه؟ هل كل الاجيال بتنزل سليمه؟ لا، ممكن يطلع 10% او 20% هلاك. فالناس افتوا في المناطق الصعبه دي كلها انك ما تحطش السقف للمصاريف الاداريه. اللي هي فيها عاملين عليها الى اخره الى اخره. فده انا ده ندائي ليكم انتم كجمعيات تنزلوا تقعدوا مع العلماء سواء كانوا علماء اهل السنه علماء اهل الشيعه، تقول لهم يا اخواتنا اشيروا علينا. دي المشاكل اللي بتواجهنا. انا عشان اقول لك حاجه، انا علشان اجيب محاسب محترم يشتغل عندي في مؤسسه هياخد كام في الشهر؟ وانا اجيب واحد كاتب حسابات مش هيقدر يعمل ان هو بس يعمل لك ايه؟ يدخل الفلوس ويعمل. لكن الانسان المحاسب اللي هو اللي عنده مرجعيه واللي عنده مؤهلات هيدفع، هدفعه ده 1000 اللي هدفع ما اعرفش نسمع عندكم تدفعوا قد ايه يعني بالدينار. راتب معاش راتب مثلا لو كاتب الحسابات مش المحاسب الكبير يعني 500 دولار. طب لو جبت واحد يكون عنده المؤهلات الكبيره هيتكلف كام؟ اكثر يعني اكيد اكثر من 1000 كده. فلو انت اموالك كثيره لابد تجيب الراجل هيتكلف. هجيب انا مين؟ لو انت بتشتغل في ملايين دلوقتي مش ده اهدار. لو انا ما جبتش استاجره يا ابي النخاله ما استاجرتش مين؟ ما بقاش امين في الاول. هو ابن عرفان النسبه لمين اصلا؟ احنا نقعد مع العلماء نقول لهم لن يستفيد. لذلك نرجع لكلمه البحث احنا اتكلمنا عنها قبل كده. نسبه 10 او 5% من ما ياتي. ما هو النسبه دي ما هيش يعني. هل انت هتقسم اموال الزكاه بالتساوي على الثمن مصاريف ولا لا؟ في بعض الدول ما فيهاش تاوي مصاريف صح؟ يعني اذا جمعيه جاها 10 مليون دولار تاخذ 10%؟ لا ما هو ما هو تاخذ 10% 15% 20%. اقول لك ليه؟ لان المكتشف المصاريف الاداريه داخل الوطن بتكون اقل من المصاريف الاداريه المؤسسه بتاعنا على مستوى الدوله. داخل الوطن انت من حقك تصل لو انت بتشتغل على مستوى العراق كلها من حقك تصل بالمصاريف الاداريه 10 و15%. انت هتحرك المواد الغازيه بتاعتك والمشاريع بتاعتك ما بين بغداد والموصل واربيل وكركوك والنجف والبصره ازاي؟ دي ببلاش. هجيب الفلوس دي منين؟ لو انت بتشتغل على حي بغداد ممكن 2-3%. لو انت بتشتغل على بغداد ممكن 5 و6% و7%. لكن عشان على مستوى الدولة كله كل حيثية في موظفين ليك في كل مدينة، في موظفين ليك في كل محافظة، في مراجعات تعملها، في التزامات تعملها ازاي؟ كل الحاجات اللي بدأنا بتكلم عنها في العمل الدولي لما توصل 20 و25% مش هيحاسبوك لأنه عارف إن أنت ليك مكتب في العراق، ليك مكتب في اليمن، ليك مكتب في سوريا، ليك مكتب في بنجلاديش، ليك مكتب في كذا في كذا في كذا. فكل مكتب ليه مصاريف إدارية. احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا نقول للعلماء دول دون ان نصطدم بهم عيشوا واقع العملي
للعمل الإنساني الإغاثي على مستوى وطن لو كانش موجود قبل الدولة أو على مستوى الخارجي. عيشوه ما أكتب منه مش مش معامل لن أستطيع أن أنا ما يعطيك فاتوة إيش اللي ما يديش ما يديش لك في عدد مثلا حتدي ما في عندك المجلس اللي هو اللي كان مجموعة الفقهي؟ لا ده بره بتاع العالمي بتاع المسلمين الاتحاد العالمي؟ الاتحاد العالمي لا مش كده لو كنت عالم المسلمين اللي بره استفتيهم والله لو رحت استفتي الازهر وشفت المؤسسات الحكوميه اللي هيجيبوا الفتوى هيدوها لك ليه؟ لان هم شايفين ان في دوله فيها 40 او 50 مليون محتاجين انهم يحركوا المواد الاغاثيه والمواد دي من مكان لمكان وكل مكان فيه مصاريف اداريه هنعمل ايه؟ انا مش هعيش يا يا شباب ايام سيدنا عمر كان بيمشي برجليه يتفقد الناس المسلمين في المدينه صح ولا غلط؟ يتفقدوا ها؟ دلوقتي دلوقتي هقول لك حاجه بيسموه ولي بغداد ولا ولي ايه؟ ولا بيسموه الولي محافظ بغداد صليت على النبي الله انا هقول حتى لو كان محافظ بغداد من الصحابه ومن اهل البيت وكل الحاجات الحلوه دي كلها اقول له انت خلصت حي في يوم من الايام شوف احتياجاته والله ما هيعرف يجيبه كل حي فيه 10000 اسره يقدر يعدي يخبط على 10000 بيت ولا شقه هيوظف ناس وهيعمل نظام ايه احنا عايشين فين؟ عصر سيدنا عمر كان عصر غير عادي لان كان مجتمع المدينه مجتمع الايه؟ الطبقه الواحده صغير طبقه واحده وعارفين بعضهم في الشارع وفي القريه حتى القريه دلوقتي في العراق فيها الاف من الناس وكل بيت في القريه في عيله وعيلتين وثلاثه ولي ايه ومحافظ ايه اللي هيعرف يشوف حاجات الناس كلها من غير ما يكون عاملين بس احنا المحافظ بس خلي تشفينا شباب هذيك انت قلتها وانت خدت بالك؟ فلما ننظر للمساله لن تتحل هذه المصاريف الاداريه اللي بنتكلم عنها يا شباب الا لما نقعد احنا ونكون احنا مجتمعين بورقه بحثيه ونقعد في 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 مجال نقاشي مش مؤتمر عام اوعى تعمل مؤتمر عام مؤتمر عام كل من هب ودب هيجي يتكلم فيه لكن انت تقعد مع 10 15 جمعيه وتقول له ايه اللي انتم شايفينه وايه الاقتراح بتاعكم هيناقشوك في حيثيات الاقتراح بناء على الدراسه اللي انت عملتها ولو ما وافقوش كلهم ابدا يا اخي اي 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 لو حد يديك فتوى ايه المشكله فيها؟ احنا خدنا فتاوي من اسمها في مصر من الازهر ومن المفتي في حاجات كتير جدا زي كده علي جمعه او علي جمعه كمان لان دي دي امور ثوابت دي امور ثوابت مالهاش دعوه بتاع علي جمعه ولا قبلها لان في ثوابت بس انت تشرح له ايه المشاكل اللي بتواجهك تشرح له ليه انت مضطر حضرتك حصل على النبي تشرح له انت ليه بتضطر انك تشتري عربيه دفع رباعي شفت بقى؟ لا انا بمنتهى الصراحه لا بمنتهى الصراحه انا منتهى كلها جبال او كلها طرق غير معبده اوصل ازاي؟ ايه احنا عايشين فين؟ احنا في افغانستان في 2001 استعملنا الحمير والجمال دول كانوا ببلاش عشان يطلعوا كل حمار كان يجاهد عشان يطلع ظهره 20 30 كيلو هذا الحمار دفع رباعي انا حاسس الحمار ده رقم خمس والله بيكون هو لانه عايز يطلع ازاي يعني كان تلج وجبال هتوديها ازاي جبال افغانستان في عز التلج في 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 زلزال باكستان كان في داخل الشتاء اضطرينا نأجر كل الاليات من الجيش عشان نعمل ننظف التلج على الجبال ده عشان تطلع المواد الاغاثيه ايه يعني حتى لو الجيش اتهمنا ب ب ب بشيء ارخص لكنها بتتاجر لانها مش هتحملها الحاجات الالات دي موجوده عند الجيش الباكستاني وطلع ونضف الطرق كلها كان مشروع لما جه بغداد في 2000 كان 2001 هي 2002 2003 اول مشروع عملناه تعرف كان ايه؟ ازاله لم القمامه من الشوارع بعد ذلك احنا بنوزع كذا لا القمامه معناها مرض معناها دبان معناها حشرات معناها فرار معناها كذا معناها كذا معناها كذا كان اول مشروع عملناه نشيل الزباله واستعملنا الاهالي هم اللي ساعدونا فيه زي حكايه موضوع الركام اللي بنتكلم عليه في الجلسه السابقه فكل الحاجات دي مش بلاش انا لما حاجه حرق واحد من بيته صليت على النبي
الواحد محتاج خلاص محتاج انا محتاج ما عنديش دخل منافع وانت تقول لي تعال طوع طوع ايه يا بابا الدنيا على اليوم بتاع على الاقل 5 دولار او 10 دولار ارجع اجيب لهم 10 اولاد وانا اجيب لهم لك رزقك وانت ممكن تجيب الحاجات دي كلها فلابد الشيخ يعرف منك ابعاد المشكله والمخاطر في عدم اتفاق الايه وضع حلول لهذه المشكله والمشكله يصعد عنه المبارك يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره قاعدة فقهية. نعم احنا قاعدة فقهية كمان. اي القاعدة لا اسمع يعني القاعدة الفقهية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصور. صحيحة. نعم. يعني انت تعرف انه التهاب المفاصل الردوي شنو اعراضه؟ تعطيه دواء صحيح. صح. يعني هو يستجلب هذه القاعدة ومن تجي على العمل الإرادي هو ما عنده فكرة. تعرف ليه؟ انه يتخيل اننا كلنا في عصر عمر. إننا كلنا في عصر الصحابة وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا مش في عصر عمر رضي الله عنه ولا عمر بن عبد العزيز ولا الصحابة. إحنا هنا ناس أصبح المجتمع بتاعنا معقد ومتشابك ويعني كل مشاكله مش محدش عقبات كثيرة عقبات كثيرة عقبات كثيرة. فلذلك مش هتيجي لما نعمل يعني ربنا بس يجعلني أروح بس استعملتكم في بغداد اسمه ايه؟ مجمع قالوا تعالوا هنا وانتوا بس اعملوا لقاء لمدة يومين ثلاثة وقعدوا مع بعض حطوا كل المشاكل كل المشاكل روحوا حلوها لنا انتوا بقى ولبسها في رقبتهم لبسها في رقبتهم مش هم عاملين مثلا نفسهم مشايخ وكذا 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 لازم تقول لهم انا بس ليه ذكرت لك وجع البطن ممكن يكون من الكلية، ممكن يكون من البنكرياس، ممكن يكون من زايدة، ممكن يكون من مصنع غليظ، ممكن يكون من الكبد، شوف قد ايه؟ لو انا ما خدتش تفصيل دقيق من المريض مش هعرف هو جاي منين. ومع ذلك بعمل السونار وبعمل الحاجات دي كلها، ده مش ده ببلاش. كل ده ببلاش، حصل لي عندنا. ها؟ دول شكلهم متجوزين مين مش متجوز؟ الشباب. لا الناس دي كده لما اتجوز ولا اتجوز العروسه يا بنتي والله هو بيعمل كده قدام هو اصلا عنده مثنى يا عم خلاص هو مثنى خلاص نرجع الموضوع ده انا هقول لك حاجه انت بقول ايه ابو حذيفه انا حبيبك وجارك جبت لك خروف وقلت لك انت عايش عندك الليل قلت لك الرز وقلت لك الخضار قلت لك كل حاجه خلاص يعني انت ما دفعتش ولا مليم في العشاء خلاص مين بقى قاعد في البيت زوجتك عندك البوتاجاز بتاعك عندك الفرن بتاعك عندك تنظيف الاطباق عندك بعض غسيل الاطباق ده كله ببلاش ده احنا مش عايزين فلوس لكن زوجتك انت دي مش احنا مؤتمنين عليها حتى يعني انها رضعت الابن انا المفروض كاب ادفع لها حق الرضاعه ده كان زمان يعني المفروض ايه تعمل الموضوع ده كشيء رايح تفهم ليه زعلت يا ولد احسن من الجهد اللي مبذول ايوه يا جدع شوف انا جبت لك كل المواد ببلاش بس الجهد ايوه الاخت اللي قاعده هي وبناتها اربع او خمس او ست ساعات تعملوا اللي يذبحوا الخروف وينظفوا المطبخ ويحطوا الاكل والبقر ده بلاش ده بلاش هو الفلوس يا ربنا انظر لها احنا يا اخوانا عيشوا عيشوا واقع المجتمع كيف ان انا اطلب من نازح او لاجئ انه يتطوع او فقير انه يتطوع مش المجتمعات الفقيره لسه ما قامتش على رجليها انتوا جايين بتتكلموا عن ايه؟ مين اللي هيتطوع عندي في الحي والحي عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا اذا احنا نحتاج الى اناس شرعيين ايوه ينزلون الى الميدان لا يعني ما فكر جزاكم الله خير قولها ثاني ايه نحتاج الى شرعيين فقهاء ينزلون الى الميدان صح ينظروا الحاله حتى يكون عندهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره يحكمون بما يتصورون تصور صحيح مضبوط وعندك العلم وفي نفس الوقت نحتاج ان نعمل بحث بالارقام ونقول لهم شوفوا انزلوا كلموا الناس خشوا على الارمله صليتوا على النبي
هل الكفالة اللي بتاخذوها للأطفال دي بتاعت الأيتام تكفي؟ لا لا ما تكفي. ما تكفي. أنا تعلمتها من لبنان يمكن 7-8 سنين، قالوا لي يا دكتور احنا بندي اليتيم لأكثر أكثر من جمعية. ليه يا شباب؟ قال لنا ال $40 ما بيكفيش. ما بيكفيش $40 أبدا. تعرفوا عندكم أنتم من العراق دكتور علي القرة دامي؟ عاد مرة ذلك كان في مؤتمر الأيتام من 3 سنين أو من 4 سنين. مؤتمر كان كم سنة بتاع الأيتام طبعا أنا وصلت على المنصة دي وقلت ما تقلش الكفالة على $120. أنا ما بحبش أتعارك مع شيخ على البلد. فطلع قال إيه قد هو كان كلمة بعدية لكن قلت طبعا بعدين قال لا أنا أختلف مع فلان الفلاني. أنا قلت سبحان الله ربنا يستر. ال $120 لا تكفي. لا تكفي. قال إيه؟ لأن ربنا قال لمريم وكفلها زكريا. كفلها زكريا لابد المانح يعرف كده. كلمة كفالة معناها أن تعامل اليتيم كما تعامل ابنتك وابنك. كلمة كفالة. لكن ساعدها مش عارف حاجة زي كده علمها مش مشكلة. قال لي على الملأ قدام ناس كده كان في بنت في القاعة أكفلها معناها إنك تعاملها كابنتك وكابنك. خش اللغة العربية في بتاع الدكتور حتى دول الأخ بتاع حتى ده حط كفلة. معنى كلمة كفلة؟ معنى كلمة كفلة يعني إيه؟ فإحنا وللأسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده كنت بقول كتير جدا في بريطانيا الناس كتير زعلانة مني. أنا مش عايز أحول اليتيم والأرملة كسلعة أبيعها. لا والله في المنطقة دي الكفالة بتساوي كام؟ $70 أو $80 في المنطقة دي الكفالة بتساوي $150. أنت بس هتيجي تقول لي في منطقة زي غزة اللي هي الأسعار فيها للسماء أو في لبنان الكفالة بتاعت $80 $40 لا يمكن تكون لا يمكن ولا في البوسنة وصل كيلو الزيت ب 60 مارك ساعة الحصار يعني قرابة من $40 كيلو الزيت وصلوا كانوا بياخدوا من سراييف ومن النفق اللي انتوا عارفينه ده لغايه ما وصلوا لقريه ثانيه عشان يجيبوا الاسماء بيسموها بتاعت البيض دي اللي هي فيها كرتون البيض ايه؟ كرتون البيض ويمشي بيها مسافه 10 كيلو ممكن يتقتل وهو راجع اي قناص يقتله عشان ايه؟ عشان 10 بيضات او 20 بيضه هتيجي تقول لي لا ايه انت عارف ايه في الموضوع؟ ناس كانت بتمشي بالاميال عشان تجيب 5 لتر و10 لتر و15 لتر فلما تيجي انت تعمل مخزان ميه على جبل ولا تعمل مش عارف بير في اخر الصحراء الى اخره وتقول لي لا احنا مش هدفع بس لتكلفه الماسوره وتكلفه مش عارف المكنه اللي بتعمل كده لكن المسافه دي كلها انا مره رحت الصومال السنه اللي فاتت عشان نوصل لاحد الابيار اللي كانت معموله 6 ساعات بالعربيه في طريق والله 3 ما كنتش عارفين ماشيين ازاي. صحراء على جبال على رمال على حاجات يعني فتخيل بقى ان انت بتحفر البير ده في منطقه 6 ساعات من العاصمه بتاعت المنطقه. مش هيتكلف ده. لو انت عملت ده في مقدشي ولا في اسمها هرجيسه عند المطار. لو انت عملته في الخرطوم عند المطار، لو بتعمله في دارفور لا، دارفور بينها وبين الخرطوم يعني يمكن 15 ساعه و 20 ساعه بالعربيه. فده مش هيكلف. احنا عايشين فين؟ عايشين فين احنا؟ بل فلذلك جزء منه ان العلماء دول يروحوا يشوفوا الموضوع ده ويقعدوا هم نفسهم مع النساء والاطفال والناس الغلابه وفي نفس الوقت كان عندنا ورقه بحثيه عشان نلجمهم. وانت قلت القاعده الشرعيه انت قلتها ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ها؟ ولا كده تاني باللغه العربيه؟ هي هاي قاعده اصوليه عربيه وقاعده فقهيه. الخير يلا نشتغل على كل التجارة والله ولا انت جاي معاك الحكم على الشيء فرع عن تصوره اذا ما عندك رؤيه وتصور عن المشكله ما تقدر تحكم عليها تفهم يبقى لي حل والحل الثاني اللي هو يكون عندنا ارقام ورقه قصيره لهذا الموضوع فده اول ما احنا قلنا ايه؟ قلنا نشوف الحاجه بتاعت الناس ايه؟ قلنا ان انا عندي المانح قلنا ان انا نتشارك مع بعض نعمل تنسيق علشان مش كل واحد مش كلنا نروح في نفس المخيم او نفس المكان الى اخره او نفس المدينه.
في اشياء ثانيه ممكن عليك تعملوها، يكون عندها ناس عندها كفاءه. يعني ما نزلش اي حد من الشباب قال له ابني انا عم فلان كنت بكره مع العربيه، ما يعرفش وزن، ما يعرفش يتكلم، ممكن يكون بيتخانق مع الناس، ما يعرفش يقعد، يعني مثلا يعني ما يعرفش يتعامل مع الناس، هو في الزحمه والحاجات دي كلها. فلابد انا ايه؟ خير بس اول قبل ايه؟ القوي القوي معناه ايه؟ اللي عنده معرفه او عندها معرفه في هذا الامر. كان عندنا احد اسباب نجاح مكتب الاغاثه في الشرقه دي براء. بسم الله ما شاء الله. تقف ربنا خليها كده، ما تعرفش تقف كده. الساعه 8 الصبح، الساعه 8 بالليل. تلج مش تلج، ومطر مش مطر، كل الدوائر كانت بتحترمها. سواء كانت دوائر حكوميه او امنيه او استخباراتيه او حتى الايه؟ الناس اللي هم مستفيدين من هذا الموضوع. طب لما جت ما تلاقيش شرفه كده؟ كلهم طبوا. امراه حديديه. امراه، والله ثلاثه امراه. وبعد فضل الله سبحانه وتعالى هزموا القوي الامين. فانت ما تبعش اي حد يوزع ويقبل الناس، في ناس ما تعرفش تجمع الناس، ناس المتابعين ما عرفوش يتحكم، ما عرفوش يبتسموا للناس. انا ساعات بروح بعض المخيمات عاملين بعض الحركات بوقت الاطفال بتاع الناس، صوت خروف، صوت حمار، تعرف تعمل معاه؟ فلما تفك الطفل وتفك ابوه تفك امه اصلا. خدت بالك؟ ننظر بس لهذه الاشياء، كيف اتعامل مع الناس دول؟ تبعت مين الناس يستطيعوا ان هم يقيموا العمل ده؟ الامر الثاني يقول لك شركاء في المنطقه. هم هيقول لك هنعمل كذا 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 وتتفق معاهم. لكن التواصل بيننا وبين بعض او التنسيق محور مهم جدا 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 في اي عمل. مش التسابق، مش التنافس. التنافس حيخلينا نهدر الاموال. هنهدرها في اموال مهدره. لان ساعات بنروح لمنطقه معينه وفي منطقة تانية مش حد بيروح لها خالص. كم نقطة احنا اتكلمنا عنها دلوقتي؟ عشان بس النقط تحطوها انتم مع بعض عشان تتكلموا عنها، اتفضل. لا احنا عندنا امر اخر. اتفضل. اللي يتعلق بآلية التوزيع الصحيح. اتفضل. بعد دراسة الحاجة. اي. فقط يعني تمشي السؤال. آلية التوزيع الصحيح يعني خلال خبرتك بهذا المجال. طيب. يعني أحياناً إحنا العفو أحياناً إحنا يعني نهيئ الحملة ونتعب عليها ونطلع أشواط من يعني كيلومترات بالسيارة إلى أن نوصلها إلى المخيمات أو للمستفيدين مثل بالموصل بالجانب الأيمن أو بالأيسر، بس أحياناً تكون عندنا آلية بالتوزيع مو هي الآلية اللي تكون مثالية يعني، فريد فد آلية مثالية على مود نمشي عليها. طيب يعني معنى ايه الآلية المثالية بالنسبة لك انت؟ انا دلوقتي بعد ما اعمل دراسة الحاجة اشوف كم وصل عندي، اقول هعمل لهم كارت اللي هو بتاع التوزيع ده هو يعني، والكارت ده فيه رقم الأسرة قبل ما اروح، وبعطي الكروت دي لكل وصفه، ولا احنا عملناها كتير جدا في اماكن مختلفه. ما رحش، ما فيش حاجه اسمها توزيع عشوائي على الاطلاق. ما فيش حاجه اسمها ان انا منزل النهارده قال اخواننا معانا ايه؟ 50 طن كذا 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 ووزعه، لا. ممكن التوزيع يستمر لمده اسبوع او خمس ايام او اكثر. ليه؟ لان انا عايز كل يوم اوزع على مجموعه معينه، على حي معين، والحي ده لن يخطر هؤلاء الناس قبل ان ناتي لدراسه الحاجه، ان كل من عنده اللي هو معايير استلام المواد الاغاثيه مني يروح للجمعيه اللي هتكون شركه في المخيم معاها المندوب بتاعي. فانا مثلا بروح للحي ده معايير استلام ولا معايير استحقاق؟ استحقاق. انا بروح للحي ده اهو عندي فرقتين في التوزيع، اما ان انا اوزع على كل اسره حاجه مثلا في 100 اسره او في 1000 اسره خلاص كل حياتي، او هوزع على 100 اسره اللي هم اشد حاجه. كيف انا بقول اشد حاجه دي؟ بحط المعايير دي قدامي والناس اللي على ارض الواقع في هناك هم بيقول لي اهم 100 اسره هم ال 100 اسره دول من 1000.
بالك؟ فأنا بحدد معايير أدنى الموضوع بناءً على دراسة الحاجة بتاعت الناس دي كلها. فلو أنا حافظ على كده وكان الحي كله تعبان بدي 100 وصلة 1000 وصلة الموجودين دول، بدل من كل الصندوق في 60 70 كيلو بعملها 20 كيلو أو 30 كيلو أو 15 كيلو. لكن لو أنت بتتكلم إن في حالة في ناس عم ممكن يعيشوا وما عندهمش مشكلة والناس تاني خلاص يعني رايحين، ده شيء. في أمر ثاني بيقول لك أنا عايز أوزع بس على المدارس والأطفال يأكلهم يعملوا الوجبة في الداخل. في حد بيقول لك لا أنا عايز أوزع على المستشفيات عشان المرضى السجون. السجون وزعنا من أضاحي في السجون لذلك من الآخر فكرتني وزعنا أضاحي في السجون. في حد بياخد اللي هم الحسينيات أو بياخد المساجد وهم عارفين أكثر الناس فقرا ويخشوا معاك كشريك فبتديهم معايير. في أحد آليات لأن المسجد أو الحسينية يعتبروا مؤسسة مجتمع مدني أو مؤسسة محلية، فأنت بتضع معايير التوزيع بتاعتك اللي أنت بناء على الحاجة اللي بتدفع لك من إيه؟ من الداخل. وأنت لست ملزم إنك توزع على الناس كلها. على قدر حاجتك أنت وعلى قدر إمكانياتك. عشان على قدر حاجتك أنت الإمكانيات بتاعتك وقدرتك اللي أنت توزع فيها. بس يوم التوزيع ما لا يعطى الا من كان عنده الكرت. نعم. وارجوكم ما توزعوش كل الحاجه في يوم واحد. افرض انت عندك امكانيه توزع على 1000 وصله. هتجيب ال 1000 وصله تحطها في نفس اليوم نفس المكان تبقى مشكله. مشكله امنيه ومشكله في التنظيم ومشكله في التسيب الى اخره. لا ممكن توزعها على اربع خمس نقط في الحي. والله يوم السبت في الحاره الفرديه. يوم الاحد في الحاره الفرديه، يوم الاثنين في الحاره عشان تقلل عدد الناس اللي هيقفوا معاك هم بيستلموا. وتقلل العبء اللي هو تنظيم هذه الايه الاعداد الهائله. انك لو جبت 1000 وصله يعني لو كل واحد من الناس جاي هو وبنته وابنه عشان ياخد حاجه يبقى 1000 غير بقى كام؟ 3000. اصبح تنظيم ال 3000 صعب. ممكن تعمل وجبه في توزيع في الصباح بقى قبل الساعه قبل صلاه الضحى يعني الساعه 10 الصبح وتوزيع ساعة صلاة الظهر إلى آخر. يعني الكروت ممكن أن تكون يعني فئات. أيوه. كله. كل 200 300. أيوه. فإما في أحيان مختلفة وأخبار حضرتك أو في أوقات مختلفة. عشان تقلل الضغط اللي هو الإداري على التحكم أو على إيه تنظيم توزيع الأزياء على العائلات. ودي هتيجي بالتجربة هتكتسبها. يعني مثلا في أحد التوزيعات في افغانستان في 2000 اخر 2001 في ديسمبر كنا في كندهار يعني عشان الراجل الحارس اللي يخلي الناس تبعد كان معانا يعني الالي كان بيضرب في الهواء عشان الناس تتركه. في الجزائر توفت 300 واحد. ده غلط. كان غلط شفت على التصوير. فبالتالي انت عشان كده ال 1000 اسره ولا 2000 اسره ما توزعوش في يوم واحد ابدا وفي مكان واحد. ممكن تتفق في مع مدرسه من المدارس او ملعب من ملاعب الكوره يكون فسيح. تحول. جامعه من الجامعات ويخش جامعه من الجامعات. وكل اللي يخش فقط معاه الايه؟ معاه الكرت. وهي النقطه الرئيسيه. يخش من الباب ده ويخرج من الباب. النقطه الرئيسيه انه لابد ان اكون هناك مكان محاط بسياره. ايوه. له بابان، باب للدخول وباب للخروج. لا يبقى من باب للدخول وباب للخروج. احنا عملنا يعني هي دائما المشاكل تصير بالحملات الطارئه. ايوه. بالجانب الايمن كانت المعارك مستمره دكتور ناصر اشار، احنا سوينا حمله اراديه. على ما وصلنا للجانب الايمن من الموصل احنا مارين ب 30 سيطره. من مكان الى مكان الى مكان الى وصلنا. العوائل كانت محاصره ما عندها مواد بدائيه. ف يعني الناس احنا نقول نعطيها الحق انه تتجمهر وتطالب بحقوق ومرات سمعنا مسبات وغلط وكذا. احنا يعني لا الكروت تفيد في هذه الحاله، لا الكروت تفيد ولا الاتفاق مع اهل الراي والمشوره في هذه المنطقه فادت ولا التقسيم ولا ان هم هذول اهل الراي والمشوره انه قالوا وزعوه على المختارين. أيوة. انه كل حي اكو مختار. ايوه. طبعا اهل الحي يشكون من هذا المختار انه هو سارق وفاسد. نعم. فغيرنا الخطه من الف الى باء.
ايوه ايه. كم انت بتحط الحل. انا مبسوط جدا لان انت بتحط الحل اللي انا ما اعرفش احطه. لما نرجع على النقطه دي بقول لك ايه نوليدج بيز، يعني الحل القائم على المعرفه التجربه والتجربه اللي هو الحل الابداعي. انا بقول لك حاجات قد تكون نظريه لكن انت بتقول لي انا جربت كذا وجربت كذا وجربت كذا. احنا نتفق مع بيناتنا قبل ما نروح انه عندنا خطه واحده اثنين على مود نغير. كويس. انتقلنا الى خطه باء. اجوا العسكر. العسكر قالوا ممنوع التجمر وانتم حتسببوا لنا مشاكل. صح. لانه المعارك مستمره. صح. وذولا اذا ماتوا شلون برقبه من ذولا. صح. قالوا شنو الحال عندكم؟ ايوه. الحال عندنا انهم تجون الى منطقه امنه. ايوه. زين شلون حنجيب العوائل من بيوتها من كذا حي الى هذا الحي ونوزع؟ نعم. تصير مشكله. نعم. قالوا لا عندنا منطقه احملوا السيارات هناك نوزع بحمايتنا احنا. نعم. رحنا ذهبنا كذلك. تصير مشكله انه هذا الانتقال من خطه الى خطه حيربك العمل. نعم. اكو عوائل استلمت تستلمت مره ثانيه. نعم. فلذلك الكارت اللي معاك تسحبوا منها بعد استاذ. صعوبه توزيع الكارت. لا هي الكروت بعد صعوبة ما صارت تستلم. ما صار أول يستلم ينسحب منه يستلم ياخذ منك كارت خلاص. لا مو أصلا ما صار توزيع لأنه على أساس أنه أكو عوائل مسجلة عند المختارين. أيوة. بعدين غيرنا الخطة فما كان أكو كروت. شوف كل الحاجات اللي رحنا على أساس أنه هذا الحي يعني فيه يعني بالكثير الأرقام التقريبية اللي جتنا يعني من 1000 الى 1500 عائله. كويس. احنا ذهبنا ومرضين 2000 يعني احنا رايحين مسيطرين على الوضع انه ننطي. بس المشكله الاليه اللي سال عليها الشيخ هي اليه التوزيع في الظروف الطارئه. ايوه. انه شغله الكروت ما نقدر نوزعها. اعتمدنا مساله الجنسيه انه كل عائله عندها الجنسيه بطاقه. اي بطاقه شخصيه. ايضا قسم من عندهم بسبب العمليات العسكريه فقد بطاقته. وهذا جاي ياخذ. طيب احنا مساله عملت انت بقى مساله بس ملاحظه مساله انت راح تحط الحال جنب. ايه ايوه قول لي بقى. اي مو احنا مساله انه نضل اكثر من يوم في منطقه هاي حنعرض نفسنا الى مشكله. انا لذلك اقول لك انت الحل حطه ايه؟ الحل احنا استمعنا للقوات الامنيه انه لازم نروح لغير مكان نوزع. بس حقيقة يعني ما وفقنا انهم نعقد كل العائلة واكو ناس اخذت اكثر من مرة. طيب انت هقول لك حاجة هسألك السؤال الثاني. انت كم كانت نسبة نجاح التوزيع ده؟ 50% 40% 70% 80%؟ قول لي. والله احنا يعني يمكن 60 مش وحشة. لذلك انا بقول يا اخوانا ان في المناطق الصعبة دي كلها انت مش هتنزل تعمل كل شيء كما تريد. في تحديات يعني حاجات النظريه اللي احنا بنقولها في المكاتب تختلف تماما عن الواقع العملي. ده رجعنا النقطه بتاعت النقطه اللي كنا بنقول ساعه ان المشايخ دول عايزين نقول لهم مصاريف اداريه اتفضلوا. انا هحرك من الحي ده للحي ده للحي ده كان ببلاش. ها؟ وانت بالتالي مين صاحب الحل؟ انت. انت قلت لي دلوقتي بعد كل المحاولات كلها استطعنا اردنا ان نختار مكان بسياج وبي بابين عجزنا ما لقينا. انا مش مختلف معاك. لا مش انت شوف انت دورت على اكثر وسيله من وسائل لحد هذا التوزيع صح؟ نجحت في الاخر مع كل هذه الصعوبات انك توصل ل 60 او 70%. ده نجاح. ده نجاح. اوعى تاخد يعني انت لما تيجي تبص على الكوبايه بتجيب دي دايما بتبص على النص الفارغ. طب بص على النص المليان. انك وصلت من ال 1000 ل 700. ال 300 دول هتوصل لهم مره ثانيه ومره ثالثه الى اخره. واخد بالك؟ فلذلك في النهايه صاحب الحل السحري انت. انت قلت كلمت السيطرات وكلمت الامن وكلمت الجيش وكلمت المختار وكلمت المراكز بتاعت المساجد والحسينيات وكذا 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 وكذا. يبقى انت عندك معرفه للمجتمع شكله ايه ماشي ازاي. وكو ناس متربصين هذا طبعا. ايوه ايوه المتربصين من السياسيين. ايوه عايز يستفيد اللي يريد شيء يقول عايز ياخذ نقطه يقول لا مو بس نقطه اعطيني اياها وانا اوزعها. هذا خلاص وهذا مستحيل احنا نسويه. شفت بقى؟ لا دير بالك بسوي لا تعطي السياسي مو بس السياسي لا تعطي عصتك
الإغاثية اللي أنت تعبت بيها لآخر وزع الثياب. تفضل. الاستفادة سببها كانت هاي الحملة هو صار تنظيم بعدها. أيوة. إنه أيوة. كان ثابت. هذا مو بسلاس. غزة. هاي بين أنا ما عنديش مرض. عندي مرض مرض حب. وزع حتى طاقة اليوم. أيوة. اليوم الثاني تجي أنت تلقى الصفوف وزع. أوقات مختلفة. أوقات مختلفة. جزاك الله خير. وده بالنسبة للتنفيذ. أنا كم وقت في التنفيذ دلوقتي؟ إحصائية أولية. خمس ست نقاط دلوقتي ولا كم نقطة؟ احتياجات المستهدف. المستفيد من الحملة. وعندنا يعني لابد التداول مع يعني فريق العمل. اختيار فريق العمل ومعرفة عدد العائلات كويس حتى يعني نعرف القدرات اللي احنا يعني القدرات العملية آلية التوزيع الصحيح كويس بالعادة طبعا وجود شركاء يعني شركاء يعني بس انتوا تحطوا لي كخمس ست عشر نقط وتبنوا عليه وضع اكثر من خطة للتوزيع مواجهة تحديات غير متوقعة اعداد يعني بطاقة مرقبة كويس برمجة طاقيات التوزيع. ما يجوز توزيع كل المطاقيات الحملة في يوم واحد. كويس. لتقليل يعني عبء الأعداد الهائلة ودفع الارتباك في التوزيع. طيب. في حاجة ثانية بالنسبة للتنفيذ؟ تنفيذ في حاجة ثانية؟ نعم. ها؟ عندك شيء؟ تنفيذ. الشبكة اللي عندك الأخير مخيم وبتنفذه. عندك الشروط دي كلها؟ موفقين؟ بس الكارت اللي ذكرته يعني إذا أنت مع حملاتك ما مستمرة أيوة تترقمها بالتاريخ واليوم يعني إذا أنا بحمل في شهر يعني ممكن في شهر مرتين كل حملة بتاريخها وبيومها وحتى بالمنطقة اللي هي فيها يعني معناها هي معناها كارت شاب لازم نحطه في المركز أو في المكان ده كله واقف عارف التاريخ طبعاً اسم الحاجات دي كلها خلاص أنت بتاخده إيه عندك زمن التاريخ واليوم والمكان عشان ما يجيش حد يودي لك نفس الكارت مره ثانيه احنا طبعنا المفروض انه ما تقلل يعني لازم مش مشكله يعني انا عندي مشكله احنا وصلنا مراحل يا عم انت يا ابني في مجموعه القبلة انت الكروت ما تزور تعرف بس ده معناه ايه يا جاليه بخي سيدي كلب فانت الجاليه ولا السيدي انت الحكوز او حتتباش فانت الموضوع اللي هي دي انت حطيت الحل الابداعي القائم على المعرفه الاجتماعيه حل ابداعي اهو قائم على ايه؟ انت دلوقتي جربت 5 6 10 15 محاوله لغايه ما وصلت للكارت البلاستيك اللي ما ايه؟ اللي ما زودش خبره يعني تراكم خبره ايوه اكتب بقى الحاجات دي كلها عشان انت لما تسيب الجمعيه يبقى الشباب اللي بعديك يعرفوا يشوفوا ايه ازاي انت وصلت للمرحله دي. وده لازم ده اللي احنا بنسميه اللي هو الذاكره المؤسسيه. الانستتيوشنال ميموري. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا لما نروح لاي مكان الاداره المخيم يعني ترتاح انه احنا جينا لان الشغله سلسه للترتيب بس بعد كم تجربه؟ اي طبعا ما تجرب كثير طيب يا شباب ده بالنسبه لايه التنفيذ في حاجه ثانيه بالنسبه للتنفيذ اول خلاص اول سؤال ثاني سؤال ده عندكم انتوا حاطينه التغطية الإعلامية طب في حاجة ثانية غير التغطية الإعلامية؟ غاية العمل الإغاثي وبعدين؟ انت كنت بتقولوا قلت قالوا لك ايه بالك كنت انتوا حطيتوا كذا نقطه كده فكيف لك مع التبرعات والحاجات دي كلها مش كده شباب كانوا كاتبين نوعيه الحمله مش انت مش فاهم انت كاتبينها دي احنا لما اتكلمنا عن دراسه الحاله يعني هنتكلم عن انتوا عايزين تعملوا حمله جمع تبرع عشان ايه؟
نكتب نوعية الحملة أو الحملات. حملات جمع التبرعات صح؟ حملات. يعني احنا بنتكلم ازاي ننفذ وانا عندي الحمل. جزء مهم جدا من التنفيذ ان هو تقرير كيف نفذنا. وده مهم جدا التوثيق. سواء كان توثيق اعلامي او كان توثيق رقمي او كان توثيق ادبي. بس عشان نخلص النقطة الأولانية بتاعت التنفيذ دي. وانا بوزع يكون عندي منظومة كيف اوثق هذا التوزيع. انت قلت عندك ل 2000 حصة صح؟ كل حصة كانت كم كيلو؟ متنوعة. الأفرج يعني متوسط 10 مواد مختلفة. كم كيلو؟ 20 كيلو. 15 كيلو 18 كيلو. نقول مثلا 15 كيلو. 15 كيلو في 2000 حصة. يطلعوا كام؟ يطلعوا 3 طن. 3 طن. أو 30 طن. لا 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 هذا هو الشرط الثاني يا ابني. ايه. تمام. 3000 صحيح. شلون 3000؟ 30 طن. هذا 15 كيلو سمعنا. 30 طن. 30 طن الشيء مش هين. هو انت رايح فين احنا؟ انا بس بتكلم على التوزيع دي بس لوحدها. ايوه. 30 طن دول شيء معتبر. الشيء مش رخيص، انتوا بتعملوا اشياء غير عاديه وبتستسهلوها لانكم تعودتوا عليها، لازم اوثقها. كنت بقول لك في 96 لما دخلت الفضل اسمه قاعد بغداد ونزلت لغايه ما وصلنا لبصره، كتبنا باليد اسماء المساجد اللي خدت اضاحي واسماء السجون اللي خدت اضاحي والحسينيات الى اخره الى اخره الى اخره، في كل منطقه صورنا وادناها للمسؤولين عشان يعرفوا ان احنا ما حطناش حاجه في جيبنا وما ادناش حتى دي الحاجات دي الناس يعني ايه مش ذوي الاهليه مستحيلات. فانت بالتالي التوثيق هو جزء مهم جدا من استمراريه الدعم. هتوزع المعاناه بتاعتك بالهربطه وتقول الحمد لله انا وزعت فين التقليد؟ فين الحي؟ فين كذا؟ فين كذا؟ فين كذا؟ تقليد سواء كان تقليد وتوثيق اعلامي او توثيق ادبي او توثيق رقمي. ده يكون مهم جدا في الاولانيه عشان ده يخليك تتعلم السنه اللي بعدها او المشروع اللي بعده ازاي تحسن الاداء. خلاص؟ هنا بقى الحملات، يعني ايه حمله؟ انت عايز تتجوز هتجوزك بس ما تقعدش بردان كده. انا بقيت سخن لما بسخن بسخن لما بسخن بطير لما بطير بفوق. غلبان قوي ده هيعمل انت الدخن. انا حضرت فرح في فندق المامات الترابع عنده فندق منصور. الحمام ما كانش عاجبها الجواز مش عارف ليه. وقعدت تصوت في وسط الفندق فطبعا الراجل اللي هيخش الليله دي بقى بطاطس. هو والست. يعني مثلا هم خارجين من الشارع اللي جوه يعني عايزك منتهى وتمشي. تخيل بقى انا لقيت الدخله انا هتعمل ايه بعد كده؟ مفيش. فانت منهم؟ فهم معايا. يعني ايه حمام؟ ها؟ عايزين نعمل حمل، يعني ايه؟ تصوركم يعني ايه حمل؟ حمل عمل جماعة. لا يعني هنعمل بيها ايه يعني الحملة دي؟ تصورك الحملة هيكون فيها ايه؟ ايه أبعاد الحملة؟ ايه مكونات الحملة؟ مساعدة. مكونات الحملة. أنت عايز تعمل حملة إعلامية؟ بلدية؟ في المساجد؟ واخد بالك؟ مع رجال الأعمال؟ حملة إغاثية. يا حملة إغاثية. هتروح لمين بقى ساعتها؟ هنحدد المستوى دي. انت دلوقتي انت بعد ما حددت احنا قلنا هنا خلاص حددنا عملنا اللي هو الايه دراسه الحاله والمكان وكل حاجه خلاص. انا بعد كده هنزل للشارع اروح لمين؟ للعائله. لا لا مع المال مش الحمله دي جمع المال. حمله جمع التبرعات. مع الحمله دي معناها جمع التبرعات. فالحمله جمع التبرعات عايزين نروح لمين؟ تركيب العراق دلوقتي معناها ايه؟ هنعرف في جامعات كتير جدا 70 ل 60 ل 70% من الايتام مكفولين من داخل العراق، يعني معناها ان يجيب فلوس العراق. خير كثير. ايوه ادي قلتها خير كثير. فانا بالتالي اقسم المجتمع اللي هيديني التمويل ده لكام شريحه؟ اتفضلوا. كام شريحه عندهم داخل العراق بتديني؟
فلوس تجار على التجار. مين ثاني؟ ها رجال الدين. رجال الدين ومساجد رجال ليش زعمال عشان سياسيين مساجد سياسيين انت مزبط عليه. مين ثاني؟ عشاء عشاء زعماء ها هو زعماء عشاء قبائل ما كانوا عندهم اي قبائل. لا لا هم نفس عشاء مين ثاني؟ وهذا القوم اطباء هي الحرف اصحاب الحرف بس الكسور أساتذة الجامعات الأكاديميين طيب إذن الدوائر الوقفية صح الدوائر الوقفية إيه تاني؟ المايسورين من أهل الزيارات لا أنت حدثت الجامعات المرجعيات الدينية مرجعيات على كتب هنا رجال الدين مرجعيات مرجعيات ما دي كلها مع رجال الدين والمحسنيات والمساجد والمرجعيات ايه تاني؟ مؤسسات حكومية مؤسسات حكومية شركات ايه تاني؟ عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن في يعني منظمات إغاثية خارجية يعني إذا المؤسسات الخارجية ولا المؤسسات منظمات إغاثية بالتعاون معها دولية طيب أنا شيل بعد المؤسسات الدولية الدولية كويس إيه تاني ها؟ أكو هاي 30% مع التنمية والتنمية المنظمة هي لا هاي بس تيجي بعد كده يعني هي نفسها ها؟ هي المنظمة والمؤسسة هي تمول نفسها في مشاريع يعني هو ليه؟ برامج التنموية يعني خاصة بالمنظمة بس انت إذا مشروع أنت عايز تحط بس أنا منظمة وعندك تجيني أموال وحسب رأيك شلون؟ رأيك هذا السديد انه 30% نافر انت قصدك مش مقتنع برايي وانا سعيدك مش مقتنع بس بعد 30 سنه حتقتنع بنسوي لنا مشروع مثلا هذا المشروع عايجيب لنا اموال صح انت المشاريع الوقفيه ليك انت ليه؟ فلا لا ده غير الحمله الاغاثيه ده حاجه ثانيه تتحمل حمله لوحدها يعني هذا من مول به الحمله؟ لا هذا المشروع الوقفي ده انت بتبدا فيه علشان تمشي فيه المسيره بتاعته لغاية بوصل بعد 10 أو 20 سنة لا المشروع بتاعنا ده توعية المواطن توعية المتقابل حطها طيب أنا ما فهمت النقطة طيب فهمتها خلاص فهمتها إيه تاني؟ يعني المنظمة هي عندها مشروع مثلا مركز صحي وهي سمعت بس هي تريد أول المشروع بتاعك حتجمع له المال من إيه؟ لا سوينا انت هسه عندك منظمه تجمع لها مال لا منظمه تسوي مركز صحي بغض النظر المشروع وين كان حمله اغاثيه كان مركز صحي كانت مدرسه كانت كذا كانت كذا كل ده فانت انا حددته التجار ورجال الدين والمساجد والحسنيات المرجعيه السياسيين العشائر اصحاب الحرف والمهنيه والمهن الاكاديميين الدوائر الوقفيه المسؤولين المؤسسات الحكوميه بعد واحد اسمع بعد واحد تفضل السيد هاني بنا بلى يتبرع انا ممكن انا 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 عندي لسان عندك لسان تعمل باللي انت عايزه هز شفايفك لا بس انا بعرف هز حاجات ثانيه ها؟ لا في لا التبرع يعني والآلية يعني في مسجد او ما انت قلت المساجد مساجد فلذلك انا بس بحط ال10 او ال11 نقطه دي عشان كل نقطه من دول انتوا تناقشوها انا هخش الايه المرجعات الدينيه ازاي هخاطبهم اخش مع زعماء العشائر ازاي هخاطبهم اخش مع السياسيين ازاي هخاطبهم اخش مع رجال اعمال ازاي انا مش كل واحد استطيع ان يقنع كل مجموعه من دي حسب
إمكانيات. أنا أديكم مثلا من أمثلة في الحتة بتاعت رجال الأعمال دي. رجال الأعمال أحط رجال دي، أنا رجال الأعمال دي. التجار الممنوعين أصحاب الشركات وتجار عديد في السوق. صح؟ التجار عديد في السوق ممكن تاخد منه حصة من الغذاء العام. تقول له والله مش عايز منك فلوس بس اديني مثلا 20 شوال رز أو 20 شوال طحين، أقول لك هذا شيء أسهل له ويطلع فلوس. يعني ساعات بيكون عنده مشكلة في الكاش. أصحاب الشركات مختلفين ما بيتعاملوش بعقلية التاجر بتاع السوق. فاللي يكلم أصحاب الشركات هيكلمه في حيثية الحوكمة والتوزيع والرقابة والحسابات إلى آخره إلى آخره. التاجر بتاع السوق ده أنت هتخش له هتقول له خمس شوال رز هيدهمهم. طبعا دي ثلاثة ما عنديش ثلاثة. وجزاكم الله خير وعافية. فما بين التاجر وصاحب الشركة دي اختلاف كبير. السياسيين هيكون عايز يستفيد منك. صح؟ عايز ياخد صورة معاك. بتاخد المخاطرة لما تخش المخاطرة هو بيسيبه. في بعض السياسيين بيقول لك مش عايز منك الصورة. أنا هدعمك مش عايز منك أي حاجة. حتى إن شاء الله بتوزع في المنطقة بتاعتك. فأنت بتختار السياسي اللي ما يضركش. عن طريق الحزب بتاعه. مو النفعي. مو النفعي. أصحاب العشائر زعماء العشائر دول مفاتيح. عشان تخش عندهم بيكون معنا واسع نتكلم عن انبار بس يعني اي اكثر منتج اقتصادي في الانبار الاغنام ولا ايه؟ الاغنام ولا ايه اكثر منتج تتميز من انبار؟ معادن حاليا شنو؟ لا احنا نتكلم عن ايه الحاجات اللي ممكن زعيم العشيره يقول لك والله ده عنده 2000 خروف او 3000 خروف ممكن يكملوا بيه. التجاره يعني. في حاجه ثانيه الايطالي في الانبار مثلا؟ تجاره. مقاولين وهكذا. فلما تخش انت زعيم العشيره في احد المناطق عشائر في الانبار او غيرها هو بيقول لك والله طيب انا هزكيك عن فلان وفلان وفلان وفلان. الورقه اللي انت هتفتحها منه دي ها؟ بتفتح لك الباب عندهم. سواء كان ده في الطلب او كان في التجار بتوع المقاولات الفاتوره بتوع المقاولات هينفعوك في ايه تعرف؟ هينفعوك لو انت بتبني مدرسه او بتبني مستشفى او بتبني اعوذ بالله مستوصف. هديكوا مثل جميل جدا بيتعمل في مصر اسمه الجمعيه الشرعيه. هي من احسن اقدم جمعيه انسانيه في مصر فهي اقدم جمعيه انسانيه في مصر لها جواب ديني. بس عشان ما تدخلهمش اموال كتيرة جدا تزعج الدولة كانوا بيعملوا سياسة جميلة جدا يروح عايزين مثلا ايه مستشفى في محافظة معينة فواحد بيتبرع لهم بالارض خلاص الارض باسم مين؟ اسم الجمعية. واحد تاني يقول لهم انا هجيب لكم اللي هو المواد البناء للاسمنت والزلط وكذا 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 وكذا. واحد تاني يقول لهم انا مهندس هحسب لكم الباب ده هحسب لكم الباب ده. واحد بيقول لهم والله انا حاجه اديك لكم التجهيز للمستشفى والمستوصف خلاص. واحد بيقول لهم انا هوظف الممرضين الممرضات دول عندكم الى اخره. طب الطريقه دي المشروع ده كلف كام؟ 100 مليون جنيه. لكن كم من المليون دول 100 مليون دخلوا الحساب؟ مفيش. فده بيخلي العبء المادي على الجمعيه قليل. فانت لما تروح للمقاول تقول له والله مش عارف انك فلوس تعال هات لي مواد البنى ايدي عامل هات لي ايدي عامله هات لي واحد مهندس يرسم لي البنايه بتاعتي دي خلي المهندس ده يجيب لي ترخيص من البلديه ومن الحكومه. دي خدمه اللي احنا بنسميها ان كايند دونيشن اللي هي التبرعات العينيه. تبرعات عينيه مش النقديه. فانت حاول تسهلها على التاجر او على المهني والحرفي اللي بيديك تبرع عيني لان مش كلهم بيقولوا قادرين على يعطوك الايه؟ التبرع المالي. انت بهاي الحالة اصبحت ادارية يعني. مين؟ الحملة اصبحت حملة ادارية. انت عشان كده تعرف كيف تعلم طريقة مخاطبة المتبرع. مش كلهم وتيلة واحدة. مش كلها فلوس. ومش كلها فلوس. يعني مثلا في انا كنت مرة من المرات واحنا لسه في الدراسة ايام ما بدأت الحرب بتاعت اليمن في 2014 بان ولا كان مش فاكر يعني كانت سنة كام؟ كنا قاعدين مع برنامج الغذاء العالمي بتاع الامم المتحده. وصل المرحله بين المواد العينيه اللي بتاخدها الاغاثه من الامم المتحده وصلت 100 مليون دولار. واخد بالك؟ مواد عينيه
المصاريف الإدارية بتاعتها بيديك الكيل التن وعلى كل تن مش عارف 20 أو 30 دولار توزيع وتخزين إلى آخره. نفس الموضوع كان في الشباب في 2002 و2001 2001 و2002 بعد الحرب 99 حتى دار المخزن كانوا يدفعوه. زائد مواد العينية ومصاريف الإدارية بتاع التوزيع كنا بناخدها من الأمم المتحدة. فدي اللي احنا بنسميها المصاريف اللي هي المواد اللي هي العينية أو اللي كانت تبرعات عينية. دي بتتعامل بيها مع العقلية مع مين؟ مع التجار. واخد بالك؟ اللي ما عندوش كاش كان عنده إيه؟ المواد اللي أنت عايزها. واخد بالك؟ قلنا رجال الدين مداخلهم العشائر اللي عليها الدكاتره والحاجات دي كده. ممكن الدكتور نفسه بيتكلم حضرتك طبيب انا والله عملت مستوصف عادي كتير مثلا كل اسبوع يوم واحد او نص يوم معنى. بس بس خلاص جزاكم الله خير. حتى ممكن يكون عنده فلوس مش يعني ممكن انا كمان طبيب بخيل معفن يعني زي حالاتي ممكن اجي اقعد معاك 4-5 ساعات لكن مش هديك فلوس جزاكم الله خير. بس 4-5 ساعات دول فلوس هيك شوية معنا 50 شخص ولا 100 شخص في الفترة دي كلها وهكذا. احنا عملنا هذا الشيء. فانت بتاخد ايه؟ فكل الجمعيات الاسلامية اللي كانت ملحقة بالمساجد كانت على التطوع او الاجر الزهيد. انا كنت لسه بتفرج على فيلم في التلفزيون المصري عمله محمود سعد على دكتور تخرج 5 يونيو سنة 1967 الحرب بتاعت مصر. الدكتور ده كان راجل طيب جدا ممارس عام وفتح عياده من اول مثلا سنه 70. اول ما بدا في العياده دي وعملها الفقره بدا العياده كان بخمس قروش وتدرجت من 5 قروش ل10 قروش ل50 قرش عشان الغلبان ده. اليوم تعرفوا كاش كام؟ 5 جنيه 10 جنيه 10 جنيه في مصر ما فيش حد بيخش عياده ب10 جنيه وده عياده خاصه مش عياده مسجد. وما زاد الراجل وهو عنده 80 سنة فاتح العيادة يقول أنا بشتغل فيها من الساعة 10 الصبحية للساعة 9 مساء وربنا مديني الصحة دي وأنا عندي 80 سنة علشان باخد 10 جنيه ما أخسرش ظهر الفقير. واخد بالك؟ وأنا ربيت منها مين؟ أولادي طلعوا مهندسين وطلعوا كذا وطلعوا كذا يعني أولادي ما فشلوش من إيه؟ من 5 قروش في السبعينات ل 10 جنيه في 2000 بركة. شفت بقى قد إيه؟ بركة. واخد بالك؟ ليه ما ممكن تقول للطبيب تعالى انا مش عارف منك انا اما انت تتبرع لي نص يوم واخد بالك حتى كل اسبوع كل اسبوعين او ان انت مثلا هديك اجر على حسب الدخل اللي بيجي لي واخد بالك؟ الاكاديميين كذلك الاكاديميين ممكن يساعدوني في الابحاث ممكن يساعدوني ماديا لكن الاكاديمي دايما دوله مش غنيه او امراه مش غنيه بس عندها مخ ممكن تيجي تعمل لك محاضرات التوعية. دي حاجة مش سهلة. تدريس الأبناء كله من المناهج اللي بتعملها دي فكل واحد فيهم ليه مدخل. فما تنظرش للناس كلها إنها زي بعضها، لا كل واحد فيهم ليه مدخل ليه مفتاح. الدوائر الوقفية طبعًا عندها أموال كتيرة وعندها أرقام كتيرة، تكون علاقة خلي بالك يا أخويا يا فندم كل الأشياء كل الدوائر دي بتعتمد على العلاقة الشخصية بينك وبين بعض الناس. العلاقة الشخصية مش فقط العلاقة المؤسسية، العلاقة الشخصية. واخد بالك؟ المسؤولين من الأفراد، عارف والله الحي ده في الحاج فلان. احنا كنا مثلا ساعات ننزل في منطقة في الكويت مثلا كان فيها الله يرحمه أبو بدر اللي هو عبد الله المطوع. يقول لك اللي ما عداش على عبد الله المطوع رحمة الله عليه وأشر له على الطلب بتاعته ولا تاجر في الكويت هيديله فلوس. زمان الله يرحمه بنسميها أبو بدر. في قطر كان في واحد اسمه الشيخ عبد الله عبد الغني اللي هو مسؤول شركه تويوتا ولاده لسه الان لسه الان ولاده بيطلعوا الزكاه بتاعت شركه تويوتا الى اخره. عملت كمان مع الدكتور عبد الرحمن صغير طبعا استاذ كان هو بدا احنا في 2003 في الكويت يعني احنا بدا في 84 هو اعتبر بقى 83 او 82 ولاده لغايه دلوقتي علاقته بيه كويسه جدا مع عبد الرحمن اسمه عبد الله عبد الله فانت مفتاح قطر كان الشيخ مين؟ عبد الله عبد الغني رحمه الله عليه. مفتاح الكويت كان الشيخ مين؟ الله يرحمه ابو المطوع ابو بدر. وكان في الامارات واحد ثاني الشيخ عدنان ما زال موجود الى الان المالك جمعه المالك جمعه المالك قابلته وكان معاه حفيده
فكان ماسك معاه في مطار مؤتمرات جبت حفيده معانا مش هيك حفيده قلت له هيك والله خلينا نخلد عشان الجيل ده يشيل الشيله بعد كده في مفتاح لكل ما يصير في الاحياء خلاص بقى انت تعرف مين مفتاح مش شايل لوحده ما تندفعش كده قلت له والله راجع قاعد لوحده طب ما اخش عليه هو معاك الادب يديك كوبايه شاي وقهوه او من غير وش بابا وبعدين ايه يقول لك اذا كنت ناقيه وتمشي لازم تخش معاه المفتاح بالك المؤسسات الحكوميه طبعا بردك على حقك وكنت عليها جاهزه لذلك اللي هو التوثيق التوزيع عند الحته دي مهم جدا 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 انا دلوقتي احنا بنرسل احد المؤسسات في بلد ما بقى لسه في الايام اللي فاتت دي كلها فسالوني من اعرف في هذه البلد من اعرف في هذه البلد؟ قلت لهم كذا وكذا 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 هل تحدثت في مؤتمر في هذه البلد؟ كان عندك قدره على كل متحدث اساسي كتبنا لهم هم حبوا يعرفوا من علاقاتنا احنا في البلد دي نعرف مين من ورانا بحيث يروح الواحد منهم يقول له ايه في الجمعيه الفلانيه وفلان الفلاني. تبعت المؤسسات الدوليه الحكوميه وشركه حكوميه. واخد بالك؟ المؤسسات الدوليه تعال معاها ازاي؟ ليها معايير مختلفه. المؤسسات الدوليه هنقسمها لكذا جزء، جزء اللي هو الخليجي احنا عارفين ان هم طيبين وعندهم طريقه معينه تقليديه كلكم عارفينها اكثر مني. وجزء دولي موجود في اوروبا زي دراسات الخيال في اوروبا وحسابات الحكومات بتاعتها عليها اعلى منها. وجزء دولي غير مسلم. وكل مجموعه منهم تختلف عن المجموعه الثانيه. ما تاخدهمش كلهم زي بعضهم ابدا خليجي شيء وحتى خليجي مش زي بعضه في جمعيات عندها تدقيق اكثر من جمعيات اخرى واللي في اوروبا وامريكا عندها تدقيق اكثر واكثر والدوليه غير الاسلاميه عندها تدقيق اكثر واكثر واكثر خلاص الحته دي بقى انا عايز اوعي المتبرع اللي هي بتاعت 30% دي معضله انا بكلمك شوف حضرتك اسمك ايه مين اللي قال 30%؟ ايوه انت كنت مش كل مشاكل جايه من عندك؟ انت اللي بتكسر العظام؟ انا رئيس الرابط والله انت رئيس؟ رئيس يابس ولا يابس؟ يابس بالباص يابس يا رأس اخ عجبتك ايه؟ في واحد منكم شفايفه التاني؟ ايه انا منسب منسب غير اسمه التاني فدي ده حلو رئيس القعده دي طيب يا قعده ده حلو ده حلو ده حلو ليه انا اديك مثلا صلي على النبي من احنا من اكثر من 25 سنه كان في نقاش في السودان وكنت انا احد اطراف هذا النقاش مثلا ده كنت جوه وكان ساعتها انا قلت كلمه كده ساعات بقول كلمات خايبه لكن ربنا هو اللي بيحطها على لساننا وما تطلعش خايبه بعد كده كانت الكلمة دي معناها احنا عايزين نغير مناخ العمل الانساني الدولي. كي يسمح بنمو مؤسسات لم تكن موجودة داخل مناخنا من قبل. ده كان في الثمانينات. فأحد الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في المؤسسة قبل واحد يعني من سنة. فبيقول له كنت بشتغل في مؤسسة مع كذا كذا. قال له أنا فاكر الرئيس بتاعكم كان ليه فكرة كده مجنونة. وقال كذا كان نفس الكلام اللي قلته لما ننظر لنفسنا بعد 25 سنه نجد ان احنا عندنا مؤسسات كبيره كتيره استطاعت ان تدخل مناخ الدولي وتؤثر فيه وتكون جزء من المنظومه الدوليه. خلاص؟ نرجع ل 30% دي انا بقول لك ده حلو. قد لا يستطيع عمري او قدراتي او ايه ثاني يا ربي باللغه العربيه ما فهمت حتى تمر امكانيات لا امكانيات امكانيات ان انا احققها بس انت خدها وخلي ابنك يحققها. حققها يا ابو حقها. هو ده ابنك؟ ايه. ما انت شكلك شكلك. ابو كاتب عن احفاسك. والله. والله يا. ولا يوم ده ولا هم جايين عشان يرهبوك وانتوا جايين في تركيا بقى وانا انا كل واحد جايب ابنه ولا ايه؟ داخليه ده. هو داخليه لا داخليه عامله كتير ممتاز ان هم كده جدع. وانتوا نايمين في نفس الاوضه ايه وانت مع بكره مش مع بكره بس ها ف
من أبوه. فعلا زي ما تقول واحد كان مع أبوك؟ لا أبوه. أبوه أيها على المشايخ دول منهم فتاب يعني لأنك أصلك كبيرك أصله سيد الشاي وعاد في وضع طب منظر بس فده حلو. أنا عايز أحوله الحقيقة إن هي البداية تشوف من حقنا إن هي نناقش المتبرع ونقول له إحنا مش عايزين أكل مش عايزين إغاثة خلاص طب إحنا عايزين نعمل حاجة تانية نبتدي نتناقش علشان المنظومة بتاعت 20 و30 من حقنا نحققها في 20 و30 في 20 و25 في 20 و35 ليه؟ لأن أنت بتغير فهم منظومة المجتمع الدولي الإنساني. معناها إيه؟ معناها لما كنت بتكلم معاك في الصباح عن اللي هو الاوكلايزيشن اللي هو التوطين العمل الخيري الوطني بدأوا ينفذوها في 2016 واحنا كنا بنتكلم فيها في التسعينات. لما نيجي نقول 30% من 2000 وكام؟ من 2015 يبقى ممكن 2030 تكون متحققه 20% 15%. ليه؟ لان انا عايزك انت تكون منتج مش مستهلك، تكون قادر على العمل مش قادر على الاستهلاك، تكون يدك عليا وليس سفلى. وده كله من تعليم الاسلام ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي نحول الفقير ده اللي هو بيجي عشان ياخد تبرع الى ان يكون معطاء؟ وده اللي حمل مع سيدنا عمر بالنسبه للزكاه اللي بتستولها. دخل عليه اثنين، واحد اداله الزكاه والثاني اداله مال اكثر من الزكاه. صح ولا بتكلم غلط؟ فقالوا لا انت بتدي اكثر. قال له ان ده انا رايت فيه بفرصه المؤمن انه سياتي السنه العام القادم يعطيني مال الزكاه بتاعه. فما تنظر انت ان انت بتقوي يعني هم بيقولوا تمكين المجتمعات ازاي؟ اهو تعالى بقى اقول لك ازاي حركه المجتمع. يلا من ضمن الامور اللي نسويها بالمنظمه ايوه مو ندفع المنح الماليه او الكفاله الشهريه قدر 25,000 او 30,000 عراقي. عملنا مشاريع كويس مثلا ماكينه خياطه كويس ممتاز وقماش كويس للارامل كويس خيط كويس تبيع المنتج كويس للعائلات كويس النازحه كويس وتطلع يعني نسبه معينه تجدد هذا العمل. طيب هذا بنيت مشروع دكتور هذا بنيت مشروع لكن الله خير ما كانت الخياطه ما كانت التطريز الحله اللي كان ده بنيت المشروع. انا بقى عايزك بعد كده تعمل حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ اللي هو جوده المنتج. مين اللي هيعمل المنتج بتاعك ده جيد ولا مش جيد السوق؟ دي نمره اثنين. نمرة ثلاثة كيفية التسويق لمثل هذا المنتج. خلاص؟ شوف انا بشيك بالمرحلة ان انت المشروع ده بتحاول تبني اقتصاد وطني على مستوى الحارة او على مستوى الحي او على مستوى المجتمع بتاع المدينة او القرية الى اخره. صح؟ فبيبدأ الاقتصاد يا شباب هو انتاج الفرد. قدرة الفرد على الانتاج. اذا كان الفرد ده مزارع او حرفي او مهني او عامل في اي حاجه. الاقتصاد ده لابد ان نبنى من تحت لفوق. لابد ان احول كل يد عاطله الى يد منتجه. ولو كان الدخل لهذه اليد فقط للكفاف العيش. على الاقل انا ايه؟ بشعر بان انا عندي كرامه مجتمعيه بان انا استطيع ان اكفي حاجاتي وحاجات ابنائي. اللي انت عملته بالضبط هو ده. انا اريد ان ادخل مرحله اخرى، ازاي اعمل لهم سوق شعبي؟ وقول للست دي تعالي كل يوم تبتدي فيه وليكي الطاوله بتاعتك اللي انت واقف عليها تبيعي المنتج بتاعك فيها. علشان نتحملها من مسؤوليه كفاءة او ايه تحسين كفاءة المنتج. انتوا عندكم هنا في تركيا مين عايش في تركيا؟ مين عايش في تركيا؟ عبد الله؟ صفر. واحنا كنا من اسبوع كنا من اسبوع احنا في عبادي عتابي يوم السبت واحنا ماشيين في حاجه اسمها بازار. كل اسره عندها طاوله مأجراها اسره سوريه او اسره تركيه الى اخره. الطاوله دي قد يكون في اليوم ده ايجارها 100 ليره بس. بس عشان ما ايه؟ حق الارض الاداره بتاعت الارض والاضاءه والحمايه الى اخره. انت عملناها الطاوله دي لما كل 4-5 جمعيات خدتوا لكم هكتار وعملتوا سوق والسوق ده حولتوه مثلا ل 500 طاوله وكل طاوله بتاخد الاسره باليوم. هتكون النقطة دي قادرة على الإنتاج والبيع في نفس الوقت. وده تضرر. تضرر، بس أوعى حذاري إنك تشتري الأرض. غالية. بدل ما تشتري الأرض أجرها وخلي هم يدفعوا لك حق الإيجار وحق التسليم وهكذا. ها؟ يبقى إحنا توعية التبرع ده
لا حلو، عايزك انت تحققه او انت تعال هنا مخ معك سوري. مش حصار معي. لا مخلص من الحوض. لا انا عايز كذا بالسهل مش عايزك انت. لا في كثير لا احسن منك هذا بالسهل. لا 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 خدمة للناس لا 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 يوم يا ماي انت حط اغنيه لحطها جنب سيره ابوك عشان ما يعملش حاجه بالليل لا بالليل ولا بالنهار. لا بالنهار. في حاجه ثانيه في العراق. هل احنا مثلا في بلد زي بغداد مين بلد مستقره المحمود المستقر بقى في العراق؟ اربيل سليمانيه دهوك بغداد كردستان كردستان كلها في بغداد مستقر ولا مستقر؟ يعني نسبيا قليل صار احسن من زمان. إيه. انا شفت في حاجات كتير جدا رحت 2014 كان على رأس كل شارع كان في حاجز امني. دلوقتي انا بنزل اتفسح في اقل انا كنت هناك السنه اللي فاتت يعني كان نزل اسمها ايه اسمها مش المنصور هو ايه سيدنا ابو العربيه ونقعد بقى نسمع ام كلثوم والحاجات دي والافراح في الشارع والرقص والكوره والحاجات دي كلها. انتوا مش من بغداد؟ بغداد فبقت احسن. فازاي التواصل مع عامه الناس؟ هل الحملات البلديه تنفع في العراق؟ لا انا بسال السؤال. تبعت لهم مظروف في مشاريع على البيوت؟ ما بتدي الوقت منين؟ طيب يبقى احنا ننتقل لحاجه ثانيه اللي هي التواصل الاجتماعي بتاع الحملات اللي هي الايه؟ السوشيال ميديا دي صح؟ هل انتوا عندكم اكو مشكله ايوه انتوا عندكم اونلاين دونيشن في العراق؟ تبرع اونلاين تبرع عن طريق اونلاين؟ لا لا ما مش عارف اعمل ايه بقى. اقصى ما هتاخده من الحمله البلديه الحمله الالكترونيه دي اللي هو تعاطف الناس مع المكتب بتاعك بالعنوان وكذا 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 الى اخره. لانك بتحول الحمله الاعلاميه عن طريق اللي هو التواصل الاجتماعي الى تطوع مجتمعي عند الشباب يقوموا بمبادره زي ما احنا اتكلمنا عن الركام ده اللي هو كان يعني ذكي جدا في الحمله بتاعته فالتف حوالين الشباب فشيروا له على مستوى العالم. فانت بتاخد بدل ما هتجمع منها تبرعات هتعمل منها ايه؟ هتعمل منها حشد جماهيري توعوي عند الشباب. ودي حاجه ثانيه. لو ما نقدرش نعمل حمله فرديه بالاظهر يبقى نعمل كل حملاتنا اللي عن طريق السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي دي علشان نحشد المتطوعين والمؤازرين الى جهه معينه الى منطقه معينه الى حاجه معينه. واضحه؟ ده بالنسبه للحملات. في حاجه ثانيه الناس حابه عايز اقولها؟ نعم اتفضل. يعني انت فين ابوك؟ والله مش شكلك ليه؟ تقول شكلك خلان. لا نجم. ها انت اسمك عايز يعمل حاجه ليه؟ الصعوبه اللي موجوده خصوصا في بغداد او يعني هون بالعراق وخب بشكل عام تعدد. ايوه عندنا تعدد مذاهب وطوائف واحزاب وسياسات واعراق فانت ما تقدر يعني ما تقدر تاخذ كل شيء او الشيء اللي تريده بسهوله. ايوه معك انا سامعك صح. ما تكون عندك مصداقيه مو الكل يصدق صح. ما يكون عندك جانب انساني الكل يكذبك ويحاربك مو بس يكذبك. واول محاربين لك هي الحكومه اللي تعتبرك ارهابي تعتبرك متشدد تعتبرك حرامي تعتبرك يعني هاي الجانب الاكبر الحكومه. هذا باقي فئه الشعب كذلك تعتبرك يعني معوقات كثير معوقات بشكل مو طبيعي. يعني جمع تبرعات طيب جزاكم الله خير. هل ده يعتبر تحدي او يعتبر فرصه؟ هل التعدديه والتنوعيه تحدي ولا فرصه؟ ممكن تكون تحدي ممكن تكون فرصه. اتفضل.
احنا البارحه كنا في لقاء مع منظمه إيهاها. منظمه إيهاها يعني مع العلم انها منظمه عالميه ولها سمعتها وتجربتها، عند تكلمنا عن تجربه في العراق مثلا حاصره نفسها فقط في كركوك. احنا نعلم هذا الشيء بس معناه نعدهم ليش؟ لانه متعاطفين مع تركمان كركوك لانها منظمه تركيه. سالناهم وقلنا لهم عده تحديات اكبر من هذا، وانتم منظمه اغاثيه واحنا مقدمنا نفسنا على منظمه اغاثيه، احنا قدمنا المساعدات لكل العراقيين على يعني اختلاف قومياتهم ومذاهبهم ومحافظاتهم. ان هاي البصره من عانت من الماء وهاي مصيبه طامه كبرى اللي هي بلاد العربيتين تعاني من الماء والبصره تاخذ الماء من الكويت. كان للمنظمه حمله بالبصره يعني اوصلنا المياه الصايعه للشرب الى البصره. يعني احنا قلنا لهم مع ذلك احنا ليش بدنا نستهدف هذه المحافظات السنيه العرب السنيه؟ لان وقع عليهم ظلم اكثر من غيرهم. كويس. فالمفروض من المنظمات الاغاثيه تخلي ببالها هذا الامر. احنا زرنا مثلا الاكراد صار عندهم مشكله نزوح، حتى الاكراد صار عندهم مشكله نزوح واحنا قمنا بمساعدتهم ردا للجميع لانه هم استقبلوا العرب السنه بالمخيمات وكذا. لكن مخيماتهم مخيمات الاكراد ومخيمات الشيعه العرب اللي موجوده في كربلاء وفي محافظه تختلف اختلاف جذري عن المخيمات العرب السنه اللي موجوده بالانبار واللي موجوده بديار الدين وموجوده بصلاح الدين او بكركوك. تختلف باختلاف الإدارة، تختلف باختلاف حتى نوعية المخيم الموجود مثلاً اللي عند الأكراد أو الشيعة العرب كربان مكيف وعندهم حتى في الشتاء يعني سخان ماء وتجيهم التبرعات الحكومية وزيارات. العرب السنة الموجودين خصوصاً في الأنبار مخيمات حتى سياج ماكو. الخيمه متهرئه لا يوجد حتى يعني بلاط يمشون عليه، لا مطره الدنيا هاي صارت المطره يعني جابوا لنا الصور الموجه غرقت المخيم غرق والعوالي شردت، هي مشرده وشردت مره ثانيه. فممكن هذا الشيء استداره اللي احنا قلناه يعني المفروض انه يستدار هذا الامر انه السنه العرب وقع عليهم ظلم اكثر من غيرهم. فالمطلوب بالتالي انه ينالون اهتمام اكثر من غيرهم في تقديم المساعده. التحديات ممكن احنا نعملها بفرص. زي ما اخونا كان بيتكلم ان في بعض الجهات عندها تواصل مع التعدديه والتنوعيه في بعض الدول الاخرى تعتبر ميزه. يعني لما تيجي مثلا في بريطانيا يقول لك ايه؟ احنا مالتي سيكتوريال سوسايتي، يعني احنا مجتمع متعدد اللي هو الطوائف اللي هو سيكتوريال الطوائف، يعني احنا مالتي فيث سوسايتي، يعني مجتمع متعدد الاديان والمجتمع متعدد اللي هو القوميات مالتي اثنيك واللي هو العرقيات الى اخره. فدي بيبصوا لها في مناطق في بلاد قويه مستقره على انها شيء ميزه. انت ساعات بتبص لها على انه تحدي في مناطق زي ما قلت مناطق الصراعات ان الفصيل ده والجادي والفصيل ده والجادي سواء كان مانح او كان كذا. فعلى حسب قدره المؤازرين لكل منطقه بيجي لها التعب. يعني زي ما احنا بنتكلم فهنا تحدي ازاي نواجهه وانا اعتبر ميزه ازاي نستغل. فانت اللي بتصور يعني انت لما تعتقد دلوقتي بعض يعني شوف يا اخوانا احنا زي ما انا اتكلمت في الاول احنا يعني استثمارنا في الاعلام ضعيف. اي حد بيروح يصور اي حاجه ويحطه في الفيسبوك، لا احنا عايزين نجيب يعني ناس نتكلم بدل فيلم يكلف 500 دولار يكلف 5000 دولار. بس شوف بقى لما 5000 دولار ده انت هتطلعه ممكن تجي لك محطه مهنيه حرفيه كبيره تاخد منك تعرض في التلفزيون يطلع باسم
المنطقة اللي بتتكلم عنها أو باسم الحاجة بتتكلم عنها أو باسم الفصيلة بتتكلم عنها الأخير. إحنا ما بنستثمرش في العمل الإعلامي اللي هو مهم جدا 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 بالنسبة لنا. زي ما اتكلمنا قبل كده في الصباح ما بنستثمرش في العمل البحثي اللي هو بتطلع لي الأرقام. أنا أقول لك الأرقام لا تكذب صح ولا غلط؟ لما بنقول المخيم ده والله فيه 100,000 ما بتوصلوش حاجة، المخيم ده فيه 10,000 يعني من كتر الحاجات ما بتوصله مش محتاجها. مين اللي هيطلع الموضوع ده الا لما يكون عندك ناحيه اكاديميه طلعت البحث ده وطلعت معاه فيلم وثائقي يتكلم عن مثل هذا الايه؟ هذه الحاجه في المنطقه دي. فاحنا تعرف منشغلين بايه ابو حذيفه؟ تعرف منشغلين بمين؟ منشغلين بالتنفيذ، ممتاز. لكن مين هيشتغل بالاعلام؟ يخطب الناس. احنا صحيح وزعنا 2000 و3000 و5000 و10,000 حصه فيهم واحد، ده رقم اعجازي في الظروف اللي احنا عايشين فيها، لكن محدش سمع عنها حاجه. واحد دخل مخيم من مخيماته لقى قط تعبانه وشالها وحضرها وطلعها في بتاع كل الناس بقى عملت لها لايك. وراح المخيم ده عشان يشوف القطه. من حقنا ان انا اقعد قطه، دخلت واحده في النار ودخلت واحده في الجنه صح؟ مش كده راجل حديث؟ احنا عايزين نجيب القطه دي. خد بالك. فشوف ايه؟ لا فقره الغلاء. هو ما هنتعشى مع بعض بقى. انت هتتغدى وفي حاجه تانيه بعد الغدا ولا هيروح انا ولا؟ بتحب تاخر الغداء يعني ولا؟ لا انا ما اعرفش انت صاحب الامر. يعني انا كنت عم بفكر استنى عبد الله حضرتك انت احنا الغداء على الساعه الثالثه ممكن يكون وبعدين تحبوا تكملوا؟ هم هم اصحاب الامر. يعني هو احنا عندي حاجه انا بالنسبه لي اعمل اي حاجه. لو بتحبون نتفضل الغداء وبعدين نرجع. لا انا بعدين نرجعوا ثاني ولا خلاص استووا؟ استووا لا احنا ما نمل من حقيقة والله؟ ايه تعالي انت بتاكل دلوقتي؟ لا مش جوعان. طب 10 دقايق كده نخلص؟ خلاص تفضل. فاحنا بنتكلم عن ايه النقطة دي؟ إذا احنا نحتاج ايوه احنا نحتاج إلى منظومة متكاملة ايوه من أكاديميين من أكاديميين كمل بس عشان الشرعي نحتاج إلى منظومة متكاملة في العمل الإغاثي من شرعيين ايوه وأكاديمي أيوه وإعلامي أيوه وكذلك يعني جهود المنظمة ممتاز وهذا يصير عمل متكامل ويطلع يعني أنت يعني أنا بقول لك تعملها زي دي صل على النبي إحنا عندنا دلوقتي مجلس تنفيذي في المؤسسة صح؟ مجلس تنفيذي اللي هو المدير التنفيذي والأعضاء اللي هم رؤساء الأقسام صح ولا غلط؟ نعم تمام ها؟ وعندنا في مجلس إدارة وفي الرئيس صح؟ صح. مجلس الإدارة مصري 5 أو 6 أو 7 أو 8 إلى آخره. ممكن مجلس الإدارة أعمل فيه التنوعية دي. خلاص؟ ممكن أعمل فيه التنوعية دي. لو يكون معايا بعض الناس من تخصصات مختلفة إلى آخره. ممكن أعمل مجلس شورى اللي إحنا بنسميه مجلس اللي هو الكونسل الأدفايزر كونسل. استشاري. واخد بالك؟ فالشغل يكون فيه 20 30 واحد. أخليهم يجتمعوا مرة أو مرتين في السنة. أشيلوا علينا أيها الناس. ما يكونش ليهم سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية هتكون هنا عند مين؟ السلطة التنفيذية هتكون عند مجلسين. مجلس التنفيذي اللي هو فيه الموظفين كلهم اللي هو المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام، خلاص؟ يبقى احنا أول واحد عندنا إيه؟ المجلس التنفيذي اللي هو مين الموظفين واضح ده بالنسبه لكم موظفين انت جبت مدير المؤسسه انا جيت مدير المؤسسه عايزيني كمدير ليها واكون مسؤول عن اداره المؤسسه دي من الالف للياء مع الموظفين خلاص التنفيذي اثنين مجلس الاداره اللي هو بيراقب الحوكمه بيراقب السياسات بيراقب الاستراتيجيات وتوجه المؤسسه ده بيكون رقابي بالك المجلس الثالث اللي انت بتعمله مجلس استشاري اللي هم من الوجهاء في التخصصات كل اللي انت عايزها لما اي دوله من الدول او اي هيئه من الهيئات الحكوميه تنظر للثلاث مجالس دول
وتعلم انك تتعامل بشفافيه حترتاح لك التعامل مع عدل. لان هنا بقى هتحط الناس اللي كانوا سياسيين، الناس الاقتصاديين، الناس الاعلاميين، الناس اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، وهتخليهم زي بالنسبه لك اللي هم بنسميهم ايه سفراء الشر بتوعك، او اللي سفراء النوايا الحسنه. انت عندك قضيه قانونيه، بدل ما هتروح تجيب محامي، عندك واحد على مجلس الشورى دول الاستشاره، تقول له والله عندي مشكله كذا 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 كذا، مره في السنه ولا مرتين في السنه. حتى هو هياخد منك اجر، هيجيب لك حاجات مخفضه. عندك واحد في الاعلام تاخد رايك الى اخره. فلما تحيط نفسك، ليه انا بقول لك تحيط نفسك؟ العمل الخيري بالنسبه لنا زي الجوهره النفيسه التي لا يقدرها احد. وفي نفس الوقت اللي خاصه لا يقدرها اصحابها. وفي نفس الوقت يراها الاعداء ويريد ان يخترعوها منك. فلا بد ان تحيطها بهذه المجالس التي تحميها من الداخل ومن الخارج. من الداخل اهم حاجه فيها مجلس التنفيذ ده والسياسات اللي انت حاططها داخل المؤسسه. يعني يقول لك ايه؟ ايه سياستك مع اللي هو جندر يعني بالعربي اللي هو النووي؟ ايه سياستك مع التعامل مع الاطفال في المخيمات؟ ايه سياستك مع التعامل مع النساء؟ سياستك مع كذا مع كذا مع الحرب على الارهاب مع التطرف مع كذا مع الاديان مع كل الحاجات دي كلها. واخد بالك؟ فدي تكون جاهز عندك داخل مجلس تنفيذي ومجلس الاداره. مجلس الاداره مثلا بيتكون من مين؟ هل في تنوع؟ هل في نساء؟ هل في شباب الى اخره؟ هل في من مناطق مختلفه داخل الوطن الى اخره؟ هل في اديان مختلفه داخل مجلس الاداره الى اخره؟ دي نمره اثنين. الاستشاره ده بيعتبر زي ما بتقول ايه سور القلعه اللي انت بتتكلم عنه. ان او حد هيخش اودوا معاهم فلان وفلان وفلان وفلان، انت تعرف فلان مش هدوك مش هدوك اسمهم الا لما تبين ان انت مؤسسه على ايه يعني ايه على النهج القوي. سواء كانوا من التجار او من السياسيين المتقاعدين او من الاكاديميين او من الاعلاميين او من الاقتصاديين او الى اخره. فدي هي اللي تعتبر ايه؟ القلاع او اسوار القلاع التي تحمي الجوهره التي في كثير جدا من ابنائنا نحن في العمل الانساني لا يرون قيمه لها الا مجرد عمل تطور او كيس الذره او كيس الرز او كيس الطحين الى اخره. يعني احنا شوف بعد 10 سنين او 12 سنه في مكتب كندا كنت انا كنا مش يعني كنا احنا عارضين مجلس الشارع ده من 5 سنين. كان في رفض غير عادي في المجلس ده اللي انا رئيسه. يعني معذره الرئيس ممكن تقول له طز فيك. ينفع عندك تقول له الرئيس طز فيك؟ نعم. هيعمل فيك ايه؟ يطرد. ايه؟ يطرد. انت؟ ايوه. مش انا؟ لا. لو كنت انت رئيس انا على اطول. اكيد. الحمد لله السنه اللي فاتت قلت لهم ايه؟ قال لها هنعمله. قلت له بس مش هنعمله. احنا قلنا كابتن. معلش بقى مش عارف ايه وايه بس انه هيتعمل. وده في مكان اكثر استقرارا من المكان اللي هو بتاع العراق الى اخره. فيعملوا ليه؟ وبداوا يحطوا في هذا المجلس الشخصيات المختلفه اللي ممكن تحمي المؤسسه. لان ما كل هذه المجالس تعمل الا لحمايه المؤسسه. لما يقولوا كده ان رئيس مجلس الاداره ابنه هو المدير التنفيذي واخته هي المدير التنفيذي وخالته مش عارف كده خلاص ما بقتش مؤسسه مجتمع بقت مؤسسه عائله. انت من حقك تعمل مؤسسه عائله زي ما بنسميها فاونديشن. بس هتقول دي مؤسستي انا، انا من دهب انا من مين؟ من عيلتك صح؟ من حقك مش حرام. لكن ما تنزلش المجتمع المؤسسه انت وخالتك وعمتك ومش عارف مين وكذا وكذا. محسوبين. كلها محسوبين. دي بتسميها محسوبين. فلذلك انت ودول بالذات ودول مش هيجوا لك الا لما يشوفوا انتوا عندك مين اللي من اعضاء المجلس التنفيذي واعضاء مجلس الاداره. انت عندك هنا تجربه اخ عبد الله. ان هم غلطوا غلطه يعني مش عارف ايه يعني عبد الله ده جاي من بلد اسمها بطاطس مش انت يعني غلطوا غلطه ان هو رئيس مجلس الاداره هو اصبح رئيس مجلس التنفيذي. ما ينفعش في اي قانون في العالم ما ينفع. ايه اللي مقصدين؟ ما ينفعش لان صاحب القرار فوق صاحب القرار تحت وبعدين بتاخد مرتبك من صاحب المؤسسه اللي فيها. يعني انا بقول لك مجلس تنفيذي هو مدير تنفيذي يعني بنسميه بالعربي او بالانجليزي السي او. فانا مؤقتك بس انا في نفس الوقت الذي اصنع القرار. فما ينفعش الاثنين. العقليه واحده. ما
ينفعش كل شخص نفس واحد. يعني أنا هاني البنا رئيس مجلس إدارة خلاص، وفي نفس الوقت أنا هاني البنا مدير تنفيذي، ما ينفعش يكون دي يكون دي. هكذا تمشي المعايير الإنسانية في إدارة المؤسسة، سواء على مستوى المحلي أو على مستوى الدولي. من حقك تكون أنت رئيس تنفيذي، بس مش من حقك إنك تمسك الشغل في إيدك. دي المشكلة. ده بالنسبة للنقطة الأخيرة دي في التنوع في عمل التبرع، في جمع التبرع. أنا حقف كده عشان احترام. لا لا فوق. لا 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 ل